بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم دائما وابدا معكم، اخبار ومفردات وكواليس. البدايه تهنئه واجبه لنادي الزمالك، يد الزمالك دائما وابدا في العلالي. الزمالك يؤكد سيطرته وهيمنته على لعبه كره اليد في مصر بعد فوزه المستحق على النادي الاهلي في لقاء السوبر و27 23 وكاس سوبر جديد زمالكويه. السوبر السنة دي اتلعب من ثلاث فرق، زمالك وأهلي وسبورتنج. الزمالك والأهلي تبادل الفوز على سبورتنج، ثم كان اللقاء النهائي اليوم اللي جمع ما بين الزمالك والأهلي. والزمالك ورغم غياب الدرع ورغم غياب أكثر من لاعب، والأهلي رغم ضمه للاعب محترف من البرازيل وأحمد خيري، إلا أنه لم ينجح في إيقاف طوفان الزمالكاوي في كرة اليد ويتوج نفسه بطلا للدوري وللكاس وللسوبر. وهلما جرى للزمالك في كرة اليد التي يتفوق فيها باكتساح الحقيقة نادي الزمالك. كل التهنئة لكل من ينتمي لنادي الزمالك بهذا الفوز الهام. طيب، في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة بيعلن النادي الأهلي عن ضم شادي حسين في صفقة تمتد لمدة 5 أعوام، وفي نفس اللحظة بيعلن سيراميكا ضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي سيراميكا. أحمد ياسر ريان كان له تجربة سابقة مع نادي سيراميكا وكانت ناجحة جدا، ومنها انتقل إلى الاحتراف في تركيا ثم عاد إلى النادي الأهلي، كان الموسم تقريبا انتهى، ثم مرة أخرى يعود إلى نادي سيراميكا. طبعا الناس هتقارن، بالتأكيد أحمد ياسر ريان لعيب هايل وبالتأكيد شادي حسين لعيب هايل، لكنه المؤكد أن شادي حقق حلمه. شادي من مشجعي النادي الأهلي المتعصبين، والصفقة دي كانت المفروض تتم منذ سنوات خصوصا في العام الماضي، لكن كل شيء بأوان. أخيرا حقق شادي حسين حلم حياته وانضم رسميا للنادي الأهلي، والأهلي غالبا غدا سيعلن عن صفقة اللاعب البرازيلي برونو سافيو، وبعدها غالبا أيضا يعلن عن صفقة اللاعب برضو من سيراميكا مصطفى ميسي. لسه في بعض يعني النقاط الصغيرة اللي ما زالت يعني بيتم إنهائها. غالبا العربي بدر انتقل إلى نادي سيراميكا، غالبا كمان محمد شكري إلى نادي سيراميكا، وأدي أحمد ياسر ريان. ولسه في الكلام كلام في موضوع الانتقالات اللي مطول جدا جدا السنة دي في مصر. إيه اللي هيحصل؟ ننتظر ونرى ونشوف اللي بيحصل، لكن الرسمي أن شادي حسين أصبح أهلاويا لمدة 5 سنوات طبقا للعقد. اللي هيحصل بقى في العقد الله أعلم اللي يحصل. يعني إيه يا كابتن؟ ما هو ماضي 5 سنين، ما في لعبة كانت ماضية أكتر من 5 سنين ولا أكتر من 3 سنين وما كملتش عقدها، وفي لعبة كانت ماضية أقل وكملت وزادت، ويعني بقت في سنوات زيادة في العقد. يعني هذا ما يخص الانتقالات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي. بالنسبة للنادي الزمالك، الزمالك بيضع اللمسات الأخيرة على صفقة مصطفى الزناري من طلائع الجيش. اللمسات الأخيرة خلاص، يعني الرتوش الأخيرة، ويتم إعلان مصطفى الزناري زمالكاويا. في المقابل طلائع الجيش ضم محمد فتح الله على سبيل الإعارة من نادي غزل المحلة لمدة سنة، وما زال الموضوع بتاع أحمد أيمن منصور لسه رايح جاي. الزمالك بيحاول يضمه، موجود في طلائع الجيش، لسه الأمر لم يتضح تماما بالنسبة لأحمد أيمن منصور. معلوماتي أن هناك اجتماع غدا يضم مسؤول طلائع الجيش ويضم المشرف على الكورة بنادي الزمالك والكابتن أيمن منصور والد اللاعب في محاولة للوصول إلى اتفاق، لكنه ما زال الأمر كما هو حتى الآن. قضية اللاعب محمد صبحي أو الحارس محمد صبحي واضح أنها ستتصاعد. فاركو بيأكدوا بما لا يدع مجال للشك من وجهة نظرهم أن اللعيب من حقهم، وأنه ما فيش أدنى مشكلة أن الولد يكون موجود في فريق فاركو، وأن العقد الأصلي وأن العقد الثلاثي اللي موقع عليه محمد صبحي في بند صريح بيؤكد أنه موافق على شراء فاركو ليه بعد انتهاء الإعارة، ومكتوب فيه كده اللي انا هقوله لكم كده، ان الاطراف الثلاثه متفقين انه يحق للطرف الثاني اللي هو محمد صبحي في نهايه موسم 2021-2022 انه يحتفظ بالطرف باللاعب. ده موضوع اللي هو الطرف الثالث في العقد بصفه نهائيه مقابل مبلغ 20 مليون جنيه مصري.
العقد كمان في بند صريح بيؤكد أحقية فاركو أنه يخطر الزمالك بشراء اللعيب كتابيا خلال 7 أيام من انتهاء الموسم وليس قبل انتهاء الموسم، مما يؤكد صحة موقف فاركو من وجهة نظر فاركو وعدم أحقية صبحي في العودة للزمالك مرة أخرى. ده كلام المسؤولين في نادي فاركو. هقف بس قبل ما أقول لك موقف نادي الزمالك، هقف شوية قبل ما أقول لك موقف نادي الزمالك. سألت واستقصيت يا جماعة ايه اللي حصل، قالوا لي والله انه العقد واضح. طب الفلوس حولتوها؟ قالوا ان احنا بعتنا صورة الشيك لنادي الزمالك وطلع رئيس نادي الزمالك واعلن هذا الخبر بنفسه قبل انتهاء المدة. طب التزمتوا بالمواعيد؟ قالوا بنسبة 100%. طب ما بعتوش الشيك ليه؟ قالوا لا يوجد ما يلزمنا ان احنا ندفع ال20 مليون جنيه في التوقيت ده، وبالتالي ورقنا صحيح. طب هتعملوا ايه؟ قالوا بداية اتحاد الكورة، اذا ما كانش في اتحاد الكورة رايحين لما هو اكبر، يعني قالوا هنشتغل باللوايح بالقوانين دون تصعيد دون مشاكل دون خلافات دون خناقات دون صوت عالي دون ضجيج دون دوشة، هنشتغل والاوراق والقانون في مصلحتنا. ده فرق. طب الزمالك بيقول ايه؟ الزمالك بيؤكد ان موقفه موقف صبحي سليم بنسبة 100%. بيقول ان عقد اللاعب مع فاركو تم اغفال اهم بند وهو رغبة اللاعب ورغبة محمد صبحي العودة إلى بيته من جديد. أنا أقف أقول لك بقى مش حاجة هنا اسمها رغبة اللاعب خالص، طالما في عقد ممضى عليه ده بيجوب الرغبة وبيجوب كل حاجة، يعني ده رأيي أنا الشخصي، أنا كنت راجل في اتحاد الكورة بعرف شوية في اللوائح القانونية. الزمالك بيقول لك إن محمد صبحي ما وقعش على عقد جديد مع فاركو، وبالتالي هو من حق الزمالك بناء على اختياره، بيقول إن فاركو لو كان عنده عقد موقع محمد صبحي كان هيبعته لاتحاد الكورة عشان يدعم موقفه، والزمالك قال ان انا متاكد من صحه موقفي بنسبه 100% وان رغبه اللاعب واضحه للجميع وهي العوده مره اخرى لنادي الزمالك. ده موقف نادي الزمالك بالظبط. يعني انا تاني ارجع اقول لك هنا العقد بيجب طالما انا ماضي عقد خلاص، ما فيش بقى حاجه اسمها رغبه ولا غير رغبه على الاطلاق. ودي صوره العقد قدام حضراتكم، لو تقربها لي شويه بس اعرف اقراها للناس، يا رب تكون عندي حتى بس هنا يا موجوده على الشاشه، سأفضل بقى على مدار لكم على الوقت. اتفق الطرفان على ان اللائحه الماليه والتنظيميه للفريق الاول بالنادي لموسم كذا كذا هي جزء لا يتجزأ من تلك العقود ومكمله ومتممه له، وما نظمته تلك اللائحه من بنود للعمل بموجبها، وما يستحق تفسير بعض البنود اللائحه، واي قرارات تصدر من مجلس اداره ايوه كده واي قرارات تصدر من مجلس اداره النادي بشانها بما لا يخالف لوائح الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الدولي تكون ملزمه لكلا الطرفين الثاني والثالث. اتفق الاطراف الثلاثه على انه يحق للطرف الثاني اللي هو نادي فاركو بقى في نهايه الموسم 2021-2022 الاحتفاظ باللاعب بصفه نهائيه، وذلك مقابل مبلغ 20 مليون جنيه شامل قيمه الضريبه المضافه، بشرط اختار الطرف الاول كتابيا خلال 7 أيام من انتهاء الموسم 2021-2022. وده اللي فاركو بيستند إليه وبيتكلم على صحة موقفه من هذا الأمر. هذا كل ما يخص قضية محمد صبحي عشان تبقوا حضراتكم عارفين القصة بالنسبة لمحمد صبحي عامل إزاي. مين اللي رايحين الزمالك؟ خد عندك، قلت لك مصطفى الزناري، عمر جابر، غالبا دونجا، خلاص تقريبا دول يعني، ولسه قصة أحمد أيمن منصور، والزمالك ضم اللعيب إبراهيم أنضاي واللعيب زكريا الوردي. ده حتى هذه اللحظة صفقات وتحركات نادي الزمالك للصفقات الجديدة واللاعبين الجدد، ده اللي في إيد نادي الزمالك اللي بقولك عليه، ده اللي في إيد نادي الزمالك. إيه اللي في إيد النادي الأهلي؟ شادي حسين، برونو صافي، بس حتى هذه اللحظة. في كلام بقى على لاعب جزر القمر، في كلام على مش عارف مين، في كلام على مين، لكن ده اللي موجود لحد دلوقتي يعني. والاهلي قدم النهارده مدربه في مؤتمر صحفي، كان في شياكه كالعاده، ويعني الراجل واضح انه بيحظى بقبول من الجماهير ومن الناس، لكنه كل ده كوم والملعب كوم تاني. يعني سيبك من التاريخ وسيبك من الجغرافيا وسيبك من الكيمياء وسيبك من الفيزياء وسيبك من الهندسه، كل ده سيبك منه. تكسب الناس تشيلك على دماغها، تخسر يقول لك لا يا عم انت مش انت اللي في دماغنا يعني. بس الراجل عجبني النهارده، كلامه هادئ متزن عاقل، واضح ان عنده من الخبرات ما يكفي. تعالوا نقف شويه كده على بعضا من تصريحات مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم هنا،
ان احنا نقدر نتعائل نعيش العيشه اللي موجوده للناس كلها موجوده اهو. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والاداره اللي ورا ظهرنا. انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير، بس احنا لسه ما ابتديناش. بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا نشتغل مع اللعيبه ونطور منهم علشان نطلع احسن حاجه ممكنه للنادي الاهلي. احسن حاجه طبعا هي الفوز، وده اللي هنحاول نشتغل عليه. وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. في المناقشات مع الاداره وساعه توقيع العقود حس ان هو فعلا في اداره بروفيشنال شغاله ورا النادي الاهلي. بيشكر طبعا اولا رئيس نادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله، وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. هو يامل ان هو مع مسانده الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. هو مبسوط ان هو ابتدى امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج. Natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle. Vielleicht schon Lust da, oder mehr? Mr. Harald Kemperle. Ist der Co-Trainer, Assistant Coach, ja. Assistant Coach. Dann Yassin Mikari. Yassin Mikari. Video Analyst. Dann haben wir Sammy ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein. Yeah. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele, Mudereb, den man auch schon kennt im Verein, ja, schon lange hier. Maruf. Und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. Und Mudereb al-Liaqa al-Badaniya Tizian. Tizian, ja. Tizian. Dulwadi hadir ma'al fariq ala shan ya'mal al-qiyasat wal-fahs al-tibbi wal-hagat zayka. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen ist. Und mabsout jeden, Captain Khatib hadir ma'ana halian. مدرب كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وما لفت الانظار وحضور الكابتن خطيب هذا المؤتمر على غير عادته يعني، لكنه جلس في مقاعد الضيوف يعني، لانه في كابتن سيد عبد الحفيظ وهذا دوره، وكان استاذ جمال جبري بيقدم المؤتمر، وكان الاستاذ هشام القائم باعمال الترجمه. انا بس عايز اقول نقطه لانه كلام كتير جدا على الترجمه. اولا هو الراجل بيجيد الالمانيه بطلاقه يعني، استاذ هشام مش كولر يعني. هي سويسرا جزء بيتكلم فرنساوي وجزء انجليزي وجزء الماني، فهو يبدو انه من ناحيه عند المانيا يعني، وغير انه كان بيشتغل في النمسا 5-6 سنين زي ما انتم شفتوا، فده مدي انه اولويه للالمانيا يعني.
الراجل اللي جه الاستاذ هشام هو راجل محترم وكباره يعني، بس هو مش بتاع كوره، وبالتالي هو بيترجم اللي هو الالماني العادي يعني، اللي هو المصطلحات بتاعت الكوره والحاجات دي مش بتاعته يعني. هو واضح ان الراجل ليس له اهتمامات كرويه، فبالتالي تحس انه الناس يعني هو هادي بطبيعته بطريقته. فهو كان جاي لمهمة مؤقتة بس التعرف على الراجل مع اللعيبة وتقديمه في المؤتمر الصحفي، وبعد كده هو مش مكمل، واصلا مش جاي عشان يبقى مترجم، ده راجل عنده بيزنس وعنده شغل يعني. هناك مترجم جديد سيكون مع النادي الاهلي بدءا من الغد او بعد الغد باذن الله. في النهاية نتمنى ان يكون اضافة للكرة المصرية. مانويل جوزيه لما كان اضافة للكرة المصرية فرق جدا، فيريرا اضافة للكرة المصرية فرق جدا، اي مدرب اجنبي اضافة للكرة المصرية بيفرق مع المنتخب الوطني، بيفرق مع نتائج الكرة المصرية بشكل عام. ما تقدرش تتكلم على الراجل دلوقتي خالص. ارجو الناس اللي بتهاجم تهدى، بس اهدوا كده، اهدوا شوية كده، صلوا على النبي، وكل من ليه نبي يصلي عليه كده ويهدى شوية بالراحة، بلاش الحمقى اللي البعض فيها دي يعني. في ناس عندها خلاف مع مجلس ادارة، انت حر، مش كل حاجة تتعمل تطلع خلافك مع مجلس إدارة على أي حاجة، خليك بس بالراحة كده شوية كده، انتظر وشوف، وبعد كده مش ممكن تهاجم، ده أنت ممكن تولع النار. أو شوف الراجل يطلع كويس تقول له الراجل كويس وزي الفل و100 فل و14 بالراحة شوية يعني. زي السخافة اللي حصلت مع اللاعب برونو سافيو، الولد عنده صورة مع زوجته وتعليقات سخيفة، راح قافل التعليقات. ما كناش كده، ما كناش كده. ايه اللي حصل لنا في العشرين سنة الاخيرة؟ انا مش عارف، ما كناش كده خالص. هل السوشيال ميديا عملت فينا ده؟ ما السوشيال ميديا احيانا بتطلع اجمل ما فينا، اجمل ما فينا، وناس بتقف جنب ناس، وشفنا البنت اللي كانت مش عارف محتاجة كم مليون، والناس في ايام معدودة لمت، وربنا اعتقد الطفلة رقية، والله والدة الطفلة سيلين بعتت لي اكتر من مرة بس ما كنتش عارف اعمل ايه، وجمعوا مبلغ لا بأس بيه، وعندهم أمل في الباقي، وهكذا يعني. فما كناش كده بالشكل ده، يعني وبالرسائل السخيفة دي، وبالتعليقات السامجة دي، وبالتطاول الغريب ده. أنا معاكم في ناس بتطلع تقول كلام عيب إنه يتقال، عيب وسخيف جدا إنه يتقال، وشخصيات في المجتمع للأسف بنشوفها في الصحافة أو بنشوفها في المواقع، بنشوفها في البرامج، بنشوفها، لكنه المفروض العدد ده قليل. اخشى ما اخشى انه هذه الظاهره تتفشى يعني، تزيد 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 لحد ما توصل الى خطر داهم ما نقدرش نسيطر عليه، خطر داهم. انا دايما بحذر من بدري بحاجات، بس ده امور على الملأ للاسف الشديد يعني. فرقه تكسب ماتش تلاقي التحفيل على الفرقه الثانيه، فرقه تخسر ماتش تلاقي التحفيل، وبتطاول وبقله ادب وبسخافه. يمكن انا راجل الحمد لله يعني الحاجات دي ما بتفرقش معايا، لكن في ناس كتير يا جماعه يعني الحاجات دي بتفرق معاها، فيا رب كده نكون عاقلين شويه يعني. طيب قلت لك كل ما يخص الاهلي في الصفقات، كل ما يخص الزمالك في الصفقات. الاسماعيلي انا هتجنن يعني، دلوقتي عندي صوره مع حمدي النجاز، وفي عمر رضوان مددوا له سنه، وفي محمود الجزار جابوه من نادي الجونه، بس لسه ما فيش مدرب. بس موضوع ايقاف القيد خلص؟ موضوع الغرامة دي عشان يدفعوا عشان يفكوا القيد خلصت ولا لسه شغالة؟ موضوع المدرب، طب كنت مشيت حمزة الجمال ليه؟ ما كنت قعدته، والراجل كان اشتغل وكان درب وكان اشتغل كويس بالنسبة للموسم، والدنيا كانت تبقى 100 فل و14. مش فاهمها لحد دلوقتي يعني. طالما ليس لديك البديل فكان الأفضل انك تستمر بالكابتن حمزة الجمال، خاصة انه حقق نجاحات ساحقة. حمزة الجمال مسك الفرقة عندها 11 بونت، مش عندها 38 بونت، ومسك الفرقة بعد 15 مباراة، بعد دور كامل، بعد دور كامل او بعد 16 مباراة كان عندهم 11 بونت، جاب 27 بونت، وابقى بمساعدة زملائه الاسماعيلي في الدوري الممتاز. اسهل حاجة عند الاسماعيلي المدرب ده بره، وما عندكش مدرب بديل يعني. انا الحقيقة مستغرب يعني. طيب خلينا نطلع من الاسماعيلي نروح لقضية مهمة جدا كنت انا فجرتها في الاذاعة وعبر الصفحة بتاعتي. فوجئت انه موقع القاهرة 24 حقيقة، انا كان جالي الخبر بس ما كانش جالي الصورة، فيعني الخبر بقى بالصورة لما الموقع حط صورة حكم، وجبت اسم الحكم هو كابتن تامر رشاد، وهو نايم على كنبة. ده عشان ايه بقى يا فندم؟ عشان الكشف الطبي عشان الموسم الجديد.
الكنبة دي في مقر نقابة المهن الرياضية في طنطا، هي عبارة عن شقة صغيرة 60-70-80 متر، وده الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد. انا طبعا الحقيقة انا قبل ما تجيلي الصورة كنت كتبت قلت قمة المهانة لما جالي الخبر، يعني الصورة خلاص صورة مش حلوة، ويعني انا اسف انها تعرضت وقت طويل فانا اتخضيت لعدة اسباب. اولا ان انا على تواصل مع المسؤولين في اتحاد الكورة، في ابننا كابتن وائل فاروق ربنا يشفيه وعافيه في موجود في المركز الطبي بالعجوزة تابع للقوات المسلحة للتأهيل، واتحاد الكورة قبلها متبنيه في احدى المستشفيات الخاصة ثم في المركز الطبي، وما تأخروش بصراحة، وبتصل بالاستاذ جمال علام وبتصل بالست اللي هو مشهور، والناس بآخرها النهاردة يعني مشكورين مشكورين مشكورين، عاملين الواجب وزيادة. حلو ما ابن من ابنهم يعني حلو. طب انا عندي كشف طبي وعندي موسم، والكشف الطبي ده بقى اللي هو على كل حتة في الجسم، على القلب وعلى العين وعلى الصدر وعلى 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 على كل حاجة يعني. هل اللي انتوا شايفينه ده ينفع يبقى كشف طبي على حكام عشان السنة الجديدة، ولا هي من ضمن القصة انك عايز تقول لكلاتنبرج تصدر له الصورة دي تقول له مش هتنجح يعني مش هتنجح؟ مين اللي بيعمل كده؟ هل هو مسؤول في الاتحاد؟ هل هو موظف في الاتحاد؟ هل هو مسؤول في لجنة الحكام؟ ولا ايه؟ ولا حد عايز يبوظ للراجل شغله؟ ولا حد متعمد؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فالحقيقه الصوره استفزتني وتنرفزت جدا، وامبارح كنت حاد جدا في برنامجي في الاذاعه لان انا كنت في اجازه الفتره اللي فاتت، فكنت حاد جدا 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 يعني، وبامانه شديده جدا يعني. الوزاره اتحركت وراحت مغيره. انا عندي مركز طبي في مدينة نصر، ما فيش احلى من كده ولا ارى من كده على فكرة. طنطا دي فيها مركز طبي رائع، طب رياضي. استاذ جمال علام قال لي احنا عاملين تعاقد مع مستشفيات السكك الحديد، وده اللي عمله الحقيقة كابتن ابراهيم نور الدين بعلاقته الطيبة مع السكة الحديد. بص بقى حضرتك، انا مش هجيب لك صورة الكنبة تاني لانها عيب، لكن هخلي لك الصورة دي. هنا بقى الست الدكتورة بتكشف على العين وهتكشف على الفم، واللي هيكشف على المعدة، واللي هيكشف على الرجل، واللي هيكشف على القلب. هنا في مركز طبي، هنا في كشف طبي محترم. هنا الناس اللي عايزة تقيس الطول، واللي عايزة تعمل الوزن، كل حاجة موجودة، لان انا في مركز طبي قيس ضغط، السكر، كل حاجة، مركز طبي بجد. الله. بس هل السؤال بقى، هل الكلام ده طبعا في محكمات، هل الكلام ده للحكام الدوليين فقط ولا لكل الحكام؟ انا مش بتمنى، انا بطالب انه يبقى لكل الحكام، بطالب يبقى لكل الحكام، مش بارجو. لا، ما دي ما فيهاش رجاء، ده اوردر من الاتحاد او من الوزارة انه كل الحكام لحد حكام الدرجة الرابعة، ايوه ايا كان الرقم اللي بتدفع، هذه مسؤولية اتحاد الكورة، والوزير تدخل مشكورا في هذا الامر، وبالتالي لابد ان كل الحكام بلا استثناء اما في هذا المركز او على غراره او في مستشفيات كبيرة. لكن اروح ارمي الحكم على الكنبة ولقحه كده ويعني يلا حبيبي خلاص اللي بعده اللي بعده اللي بعده، والحكام يفضلوا قاعدين في الشارع وسكان العمارة يشتكوا ويكلموني انا شخصيا، ايه يا عم واحنا في سوء عقاز، ايه الاتحاد بتاعكو ده؟ طب احنا النقابة والناس هناك محترمين، لكنه 300 حكم جايين من البحيرة وجايين من الشرقية وجايين من الاسماعيلية وجايين مش عارف ايه، يكشفوا في طنطا؟ اجيب الحكم انا من الاسماعيلية عشان يكشف في طنطا؟ اجيبه من الشرقية عشان يكشف في طنطا؟ ليه يعني؟ ما الاسماعيلية فيها مستشفيات، والبحيرة فيها مستشفيات، وكل الناس فيها مستشفيات، ده في مستشفيات جامعة على اعلى مستوى، في مستشفيات ميري على اعلى مستوى، في مستشفيات سكة حديد على أعلى مستوى، في مستشفيات كهرباء على أعلى مستوى، في مستشفيات لكل القطاعات على أعلى مستوى. لكن الأصل إن أنا أكشف في المركز الطب الرياضي بتاعي. أدي نمرة واحد بالنسبة للكشف. نمرة اتنين، بقالهم 5 شهور يا ولداء ما قبضوش. أيوه. أنا بس إيه هحكي لك الحكاية بس قولها من البداية. زمان زمان وليالي زمان، يرحم زمان وليالي زمان، والحكم يا متهني يا فرحان، دلوقتي له متهني ولا فرحان، ده عدمان، ده متهان،
فكانت المباراة تخلص، كان عندنا عليه رحمة الله كابتن عماد اليماني، تخلص المباراة تفضل يا كابتن امضي، تفضل مستحقاتك، كسبان بقى خسران بقى. ارجع لك دي فيها مهانة للحكام، الحكام في الدنيا كلها بيتعاملوا كده على فكرة، يعني الحكام الأدخن التخين ده اللي بيحكم في بطولة أوروبا ولا بتاع، بيروح بعد المباراة بتاع ريال مدريد يقولوا متشكرين، أو الطلياني يقولوا جراتسي أو ثانك يو أو ميرسي بوكو، كل لغات العالم يعني. حلو، دانك شيمبن ألماني زي ما أنت عايز تقول قول يعني، تفضل. أو هناك آلية إنه الحكم بياخد فلوس، أنا كنت براقب مباراة في الاتحاد الإفريقي، يا إما كنت باخد فلوسي كاش بعد المباراة أو أول ما أوصل والحكام، يا اما بتتحول ما بتاخدش 4 أيام او 5 أيام ودمت، الامر بسيط يعني. فجم قال لك لا هو اصل الحكم واصل كرامة الحكم، خلاص ماشي هات لي آلية. انا ساعتها اخترعت آلية جيدة جدا، قلت فيه مثلا انت بتتكلم الناس تلعب في الغربية يبقى منطقة الغربية، بتلعب في الشرقية يبقى منطقة الشرقية، بتلعب في القاهرة يبقى منطقة القاهرة، بسيطة جدا، للحكم ولا يحزنون، بياخد الراجل بتاع المنطقه وتاني يوم بتوصل للحكم. ودلوقتي عندك بقيت وانت قاعد كده في الملعب بتعمل كده 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 كده، تحولهم في ثانيه ان شاء الله الساعه 2 صباحا يعني. فاللي حصل قال لك لا، حد كده بقى طلع اخترع قال لك الاتحاد الكوره هو اللي يدي للحكام الفلوس والانديه ما تدفعش فلوس. فقعدنا سنتين الاهلي والزمالك واللي على غرار بيراميدز، ما كانش لسه في بيراميدز يعني، وأندية شركات كبيرة وبالمليارات وبالملايين ما بتدفعش. الله الله، ما في أحلى من كده، تحكيمه ببلاش، يا ما أنت كريم يا رب. وبعدين رجعوا اكتشفوا أن الأمر ده غلط، ده احنا لما عملناه الأندية الصغيرة الفقيرة ومباراة الناشئين لأنه ما كانوش بيقدروا يدفعوا، فقلنا اتحاد الكرة يتحمل، لكن دوري ممتاز ودوري درجة أولى ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. فرجعوها تاني، فالأندية بتدفع بداية السنة المستحقات بتاعت الحكام، يعني مع القيد الأولاني بتدفع النص، مع القيد التاني بتدفع النص. يعني الاتحاد دلوقتي طالب من الأندية 575 ألف جنيه، ده نص اللي هو الدور الأولاني، وتاني 575 ألف، 575 ألف زيهم، ده الدور التاني، والأندية مع القيد لازم تدفع. طب ما تدفع للحكام، لكن يقعدوا 5 شهور من غير فلوس ليه؟ بقى أمارة ايه يعني؟ وغير بقى البهدلة والإهانات اللي بتعرض لها الحكام، وكل حاجة الحكم 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 الحكم. فده موضوع لازم ينتهي. برضو أنا وأنا موجود في اتحاد الكورة عملت إنه ياخدوا شهري صحيح، بعد كده ناس عكسوني كتير جدا من كبار المسؤولين داخل الاتحاد في أسوأ 6 شهور في تاريخي الإدارية، لكنه كنا بنديهم يعني، اديهم الشهر كله او اديهم نص الشهر على قد ما نقدر يعني. للاسف الشديد دلوقتي الامر عجيب جدا يعني. فانا بقول للاستاذ جمال علام، سيد وليد العطار، سيد الافاضل اعضاء مجلس اداره، من دلوقتي الحكم يخلص ماتشه يتحول له فلوسه على حسابه الشخصي. عندك اداره ماليه بسم الله ما شاء الله، ناس محترمه جدا في اتحاد الكوره، محترمه جدا. تاني يوم تحول له فلوسه، طالما الفلوس عندك تاخد فلوس الحكام تصرفها في حته تانيه بالتاكيد لا. ادي نقطه. النقطه الثالثه والاخيره في الحكام، يعني السنه دي كنا مستنيين على امل ان امين عمر او محمود البنا او اي حد من الحكام يكون موجود في كاس العالم، وكانوا بيقولوا محمود عاشور في الفار، محمود عاشور في الاخر يعني التوفيق لم يحالفه وما راحش يعني، واستقرينا على الكابتن محمود ابو الرجال. حلو قوي، وراجل محترم وراجل قوات مسلحه وحاجه قبها وجميله يعني. طيب الا يستحق التكريم؟ يعني احنا لو كنا وصلنا كاس عالم كل لعيب كان خد كام؟ انا ما بقولش بقى، انا بقول ياخد 10% من اللي كان اي لعيب هياخده، 10% بس، 10% من اللي كان اي لعيب وصل كاس العالم هياخده. الا يستحق حفل التكريم واحترام وتقدير؟ انتوا شايفين ايه؟ شايفين انه يستاهل ولا ما يستاهلش؟ اعتقد انه يستاهل يعني، اتمنى ان ده يحصل. حاجة الرابعة اللي هي القائمة الدولية، لان هم دلوقتي بيجروا في موضوع الكشف الطبي عشان القائمة الدولية. احنا عندنا اتحاد الفيفا كان بلغ اتحاد الكورة بالميعاد النهائي عشان رشح القائمة الدولية، كان يوم 25 سبتمبر الجاري، النهاردة 12 يعني فاضل 13 يوم، وفيها شروط على فكرة
انه الحكم الساحة يكون اتولد قبل 31 ديسمبر 97 والمساعد 31 ديسمبر 99 وان اي حكم بيزيد عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة من تحت مظلة الفيفا وانه يرفق مع ملف الترشيح تقييم الحكام في المباريات اللي اقدرها على المستوى المحلي خلال 12 شهر يعني قبل ما يترشح الى قائمة الحكام الدوليين وترتيب الحكام وفق التقييم مش قال ب ت س ج ح ق لا 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 وكل حكام المباراة المرشحين باستثناء حكام الفيديو يكونوا اجتازوا اختبار اللياقة البدنية. طيب في نقطتين هنا انا عارف قائمتنا الدولية فيها مين؟ محمود البنا، فيها محمد عادل، فيها محمد معروف، فيها ابراهيم نور الدين، فيها محمود ناجي، فيها امين عمر، فيها احمد الغندور، وفيها من البنات شاهندة المغربي ونورة سمير. المساعدين محمود ابو الرجال واحمد حسام طه وسمير يوسف وسمير جمال اسف ويوسف البساطي وهاني عبد الفتاح واحمد توفيق طلب وسامي هلهل ومنى عطله ويارا عاطف وجمالات احمد ومي حسن والفيديو عاشور وطارق مجدي والصالات محمد حسن وعاطف حسين وطارق سامي ومحمد سلامه والشاطئيه هاني العراقي واحمد نوفل وابراهيم محجوب ووائل شعبان. وفي بقى ناس مرشحه لدخول القائمه الدوليه، محمد الحنفي عنده بضلك دايما في اختبار الكوبر بس واحد من احسن الحكام في مصر، نفس الامر محمد الصباحي، محمود بسيوني، محمد يوسف، احمد حمدي، عبد العزيز السيد، احمد جمال، وممكن عدد من الحكام الشباب زي حماده الجلاوي، زي سيد منير، زي سيد شعبان، ممكن نلاقي اسمهم موجود يعني. فانا اتمنى انه الامر بقى يتعمل بشكل جيد المره دي. يعني نفسي اشوف بجد وجوه جديده في القائمه الدوليه. في اسماء لا غبار عليها. نقطتين بس، نقطة كنت انا قلتها قبل كده على موضوع حكم الفار وحكم المساعد يعني. فكابتن محمود ابو الرجال هو حكم فار دولي وحكم مساعد دولي. لما سألت قالوا طبيعي جدا وموجودة في عدد كبير جدا من الدول ومثلا ضربوا لي مثال برضوان جيد فهذا امر طبيعي. يعني ما بقول لك ما نحرموش انه ياخد مباريات بره فار. فما فيهاش مشكلة يعني. حاجة تانية لما سألت على موضوع كابتن محمود عاشور وانه تجاوز السن و قالوا لي لا خلاص السن ما بقاش عائق دلوقتي وهو اصلا ما بيجريش. فبالتالي اذا اللجنة هنا ارتأت انه يكون حكما دوليا للفار ما فيش مانع يعني. انا بقول لك المبررات اللي اتقالت او الاسانيد مش المبررات يعني عشان هو ما فيش مجال اتهام او مجال تساؤل عشان اقول مبررات الحيثيات هو ده الكلام الأصح يعني. ده بالنسبة لموضوع الحكام عشان القصة تبقى خلصانة مع حضراتكم يعني. النهاردة عندي ضيفين همين للغاية. الضيف الأولاني الحقيقة لعيب تقدرش تقول عليه غير أنه لعيب. الموهبة بعينها. إلى أين وصلت هذه الموهبة؟ هل هو راضي عما وصل إليه؟ هل ممكن يستعيد رونقه وبريقه ولا الدنيا بقت صعبة بالنسبة له؟ ما زالت الجماهير بتحبه رغم انه ترك النادي الاهلي منذ فترة لكن لا زالت جماهير النادي الاهلي بتعشقه. ولو قلت بكرة ان رجع النادي الاهلي الناس هتفرح. بتكلم عن صالح جمعة اللي هينورني ان شاء الله بعد قليل. الجزء الثاني هيكون معايا برضو واحد من مدربين مصر شهدت على ايده انتصارات. وصلنا لكاس العالم وصلنا لنهاية افريقيا والمنتخب كان ليه شكل ولون ومعنى وطعم. كان هو مساعد لهكتور كوبر وتردد اسمه في الآونة الأخيرة. بتكلم عن كابتن محمود فايز. حلقة طليق بالعودة. يلا على فاصل ونستعد لضيوفنا. يمكن في البداية كولر بيواجه تحديات قوية جدا مع النادي الأهلي بداية من مباراة أفريقيا قدام الفايز من الجيش الرواندي والتحاد المنستيري التونسي. بيواجه تحدي كبير هو مواجهة الزمالك في السوبر المصري خاصة بعد فوز الزمالك ببطولتي الدوري وكاس مصر الموسم الماضي. بيواجه تحدي ان هو ازاي يقدر يعيد الدوافع للعبة النادي الأهلي بعد الحالة اللي وصلوا لها الموسم الماضي خاصة في نهايته مما ادى ان مجلس اداره النادي الاهلي ياخد قرار بالدفع باللاعبين الناشئين. كولر عنده تحديات كبيره جدا اهمها استعاده الثقه
من يعني جماهير النادي الاهلي تعيد الثقه او تستعيد ثقتها في لاعبتها وفي الجهاز الفني الجديد. الراجل مطالب ان هو يتحمل الضغوط اللي موجوده من جمهور النادي الاهلي وانصاره اللي ما بيقبلوش الخساره، فما بالك خساره النادي الاهلي ببطولتين دوري موسمين ورا بعض وخساره دوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه وخساره الكاس امام الزمالك. فكولر عنده تحديات كبيره جدا، مطالب ان هو يقدر يتخطى دور ال 32 في بطوله افريقيا، وفي نفس الوقت يقدر كمان يحقق بطوله السوبر على حساب الزمالك. ده هيزيده ثقه عند جمهور النادي الاهلي وهيديله دفعه قويه جدا في بدايه مسيرته مع الفريق. مطلوب من مارسيل كولر حاجتين او ثلاث حاجات مهمين جدا بالنسبه للاعب الفريق الاول. يمكن النادي الاهلي الفتره الاخيره كلنا شايفين وعارفين ان على المستوى الفني والمهاري اللعيبه كويسه جدا، لكن محتاج نوع من انواع الانضباط. اعتقد المدرسه السويسريه اللي هو عنده الصبغه الالمانيه دي الحته اللي ناقصه النادي الاهلي، حته شويه فرض الصرامه على بعض اللاعبين اللي هي محتاجه النوعيه دي، محتاج ان هو يزرع جزء البطوله وان ما فيش تساهل في وسط البطوله. النوعيه دي حاجتين ثلاثه اللي محتاجه منه، بجانب ان هو الاهلي عنده مجموعه من اللعيبه الناشئه اللي هي طالعه محتاجه نوعيه المدربين اللي بتجيد التعامل مع تلك النوعيه من اللاعبين. طبعا المطلوب منه كمدير فني اجنبي لاكبر نادي في مصر وافريقيا وطن عربي، طبعا مطلوب منه بطولات طبعا يعني. ومن حسن حظ الراجل ده ان هو جاي في بدايه موسم، يعني ما كانش زي المدربين السابقين. يعني شفنا اخر اثنين مدربين اجانب للنادي الاهلي سواء سوارش او موسيماني جم في نص موسم، موسيماني جه بعد رحيل فايلر وكان النادي الاهلي ساعتها بيستكمل مشواره المحطات الاخيره في دوري ابطال افريقيا، والراجل كان موفق جدا وخد دوري ابطال افريقيا وقتها. سوارش جه برده في وقت صعب جدا، لكن اعتقد ان كولر جاي محظوظ جدا انه جاي في فتره بدايه فتره اعداد. يعني يمكن شفنا يعني امبارح كان موجود في اول يوم فتره اعداد النادي الاهلي، الراجل محظوظ ان عنده معسكر اعداد خارجي مع النادي الاهلي، ودي فرصه طبعا ذهبيه لاي مدرب اجنبي ان هو يكون يقرب من الفرقه بشكل كبير جدا. اكن نايم شارب مع اللعيبه، هيعرف اللعيبه، هيعرف كل حاجه اللعيبه. شفنا سوارش اللي في اول مباراه مع النادي الاهلي ما كانش عارف اسماء اللعيبه، لا ده هيحفظ اسماء اللعيبه بشكل كويس جدا. موهبة فريدة أجمع كل من شاهدها على أحقيتها في حجز مكان أساسي بالمنتخب الوطني والاحتراف في أحد الأندية الكبرى بأوروبا، لكنه ورغم بدايته الصاروخية قبل أكثر من 10 سنوات توارى شيئا فشيئا عن الأضواء وتراجع مستواه في السنوات الماضية، وصار يشارك بشكل غير منتظم حتى مع فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة تارة وربما الدلع تارة أخرى. صالح جمعة ابن أرض الفيروز البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف فريقه الحالي في ديسمبر عام 2020 وخاض معه خلال الموسمين الأخيرين 31 مباراة، سجل خلالهم هدفا في الإنتاج الحربي بالجولة 18 الموسم قبل الماضي، وصنع 5 أهداف آخرها أمام الزمالك في الجولة 23 للموسم المنقضي. موهبة جمعة ظهرت مع إنبي عام 2011 حيث تألق مع الفريق البترولية وساهم في الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك، ثم خاض تجربة احترافية مع ناسيونال ماديرا البرتغالية 2014 ودافع عن ألوانه في 46 مباراة، سجل خلالهم 2 وصنع 6 قبل عودته لمصر وانضمامه للأهلي في يوليو 2015. مع نادي القرن خاض صانع الألعاب الموهوب 72 مباراة في 6 مواسم، سجل فيها 12 هدفا وصنع 13 وساهم في الفوز بالدوري 5 مرات وكأس مصر موسم 2017 على حساب المصري مع حسام البدري.
مع المنتخبات لمع صالح في 17 من عمره عندما شارك في كأس العالم للشباب في كولومبيا 2011، ثم ساهم بالعام ذاته في تأهل المنتخب الأولمبي لنهائيات دورة لندن وسجل الهدف الثاني أمام السنغال في لقاء المركز الثالث. وفي عاصمة الضباب لعب أساسيا أمام البرازيل ونيوزيلندا وبديلا أمام بيلاروسيا، بعدها قاد منتخب الشباب للفوز بكأس إفريقيا بالجزائر عام 2013، ثم شارك في مونديال تركيا كأساسي أمام تشيلي والعراق وانجلترا. لماذا تراجع مستواه في السنوات الأخيرة؟ وهل يحلم بالعودة للأهلي مجددا أم الالتحاق بشقيقه عبدالله في الزمالك؟ كيف يرى فرص زميليه مصطفى سعد وشاد حسين مع الأهلي؟ صالح جمعة يجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها خلال حواره مع شوبير في ملعب أون تايم. كابتن صالح جمعة اللي منورنا ومشرفنا، ودايما الحوار معاه بيبقى جميل وفيه زوايا وحاجات جديدة دايما بيكشف لنا عنها الموهوب صالح جمعة. صالح مساء الفل. مساء النور يا كابتن. منور. بنور حضرتك طبعا، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهاردة. انا مبسوط جدا انك موجود. ربنا يخليك كابتن. بشكل مبسوط جدا بجد. انت عارف لو بشوف حضرتك يعني بقى موجود مع حضرتك فمبسوط جدا طبعا. ربنا يخليك. لا على المستوى العام صالح جمعة مبسوط؟ لا على المستوى العام لا طبعا. يعني ليه؟ يعني طبعا الفترة الأخيرة أنت عارف حضرتك كابتن كان في إصابة كبيرة دمها تقيل وتر أكيد دي رزلة ولسه راجع منها الحمد لله على السلام. الحمد لله لحقت بعض المباريات في الموسم اللي فات ده، وبستعد إن شاء الله الموسم اللي جاي. بتستعد الموسم اللي جاي؟ عادك كام سنة مع سيراميكا؟ أنا فضلي سنتين إن شاء الله كابتن. سنتين. مبسوط في سيراميكا؟ جدا يا كابتن. جدا. ناس محترمة. جدا بصراحة. يعني بصراحة بقالي سنتين النهاردة في النادي. الموسم الأول كان موسم كويس جدا بالنسبة عملته لي. كويس. الموسم الثاني طبعا الإصابة حصلت فدي أخرتني شوية، لكن على المستوى العام ناس محترمة جدا يعني. طب وانت بتتمرن كويس يعني؟ انت واخد الأمور جد مثلا زي ما كنت في النادي الأهلي، ولا ساعات بتقعد تسرح صالح والمنتخب والشهرة والنجومية والجماهير والغنى وسيراميكا نادي هايل والناس اللي هناك حبايبي ومحترمين، لكن بالتأكيد الشعبية والجماهيرية الأهلي حاجة تانية؟ طبعا يعني على المستوى الشعبية طبعا الموضوع مختلف. لكن على مستوى الإدارة كابتن يعني أنا بحس لا أن في تشابه. لا ناس أفاضل طبعا. يعني ناس أفاضل بحس جدا. بصراحة أن في تشابه كبير جدا ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة سيراميكا كليوباترا. ناس محترمة جدا على المستوى الإداري، على المستوى المادي حتى. ناس مخرش على أي حاجة، ما عندهاش مشاكل خالص يعني. نعم. فالأمور مستقرة شبه النادي الأهلي بالظبط. يمكن موضوع الجماهيرية الحمد لله ما تأثرتش بيه. علاقتي لسه كويسة جدا بالجمهور. لما بلعب مباراة كويسة مثلا ولا بسجل ولا بصنع الحمد لله بحس بالتفاف الجمهور حواليا. علاقتي كويسة جدا بالناس في النادي، إذا كان على مستوى الإدارة، مستوى اللاعبين في النادي الأهلي، على مستوى الجمهور طبعا. فالحمد لله يعني انا مشيت بشكل كويس من النادي. مشيت في الفتره الاخيره يعني ما حبيتش ان الموضوع باحترام باحترام يعني. الناس دي شفت منهم يعني خير كتير وشفت منهم احترام بشكل كبير فعلا. فممتن لحد النهارده للناس دي يعني. بالكتير يعني. بتحن انك تنزل تمرين في النادي الاهلي؟ بتحن لاستاد التيتش؟ بتحن للمجموعه؟ بتحن لعم حارس وعم مكي؟ بتحن للأجواء العامة اللي كانت موجودة في النادي الأهلي؟ طبعا. يمكن أجواء أنا مش أشوفها في مكان تاني. يمكن أنا احترفت برا كابتن، ولعبت في أندية في مصر، واحترفت في السعودية لكن طبعا النادي الأهلي مختلف يعني. والحمد لله لحد النهاردة لما بنقابل النادي الأهلي بقابل عم حارس. ده جالك مخصوص الماتش اللي فات؟ مخصوص. تفوجئت بيه وراه؟ فوجئت بيه طبعا. أنا علاقتي حتى بالعمال كلهم كويسة جدا يعني. حد النهاردة بكلمهم، في تواصل مع لعيبه كتيره جدا. فبيتي يعني. انا بالنسبه لي النادي الاهلي ده ست مواسم يعني بصراحه ما يتنسوش يعني. ايه حكايتك يعني؟ ناس تبقى زعلانه منك بس بتحبك يعني. جمهور النادي الاهلي يقول لك ابن اللذينه صالح ده، بس مع يعني ما يحبوش حد يهاجمك يعني. هم يهاجموك، بس اول ما حد مثلا يطلع يهاجمك تلاقيهم بيدافعوا عنك.
تحس ان عندهم قناعات وفي حتة كده جواهم لصالح جمعة. ونفس الامر مثلا لما وعم حارس ده خلي بالك انا عن نفسي وكتير من جمهور النادي الاهلي بيعتبروه تاريخ يعني. اصل انا مربي عم حارس يعني احنا قريبين في السن فطلعنا صغيرين مع بعض فعارف ان هو ايه. انا كنت لعيب وهو طول عمره صاحب فضل علينا طبعا. صاحب فضل معنا صاحب فضل هو عم حنفي عليه رحمة الله وسالم وقبلهم عم فاروق وقبلهم عم حنبله ربنا يرحم اللي توفى منهم ويدي الصحه للي موجود وبعدين مكي وبعدين سيد والمجموعه ان شاء الله فاكرهم يا كابتن كلهم ان شاء الله اصحاب فضل طبعا. طب انا عايز اقول لك حاجه سالم ده كان لان في ناس كتير ما تعرفش ان في 33 عامل في النادي الاهلي دلوقتي 33 احنا كان معانا 4 أو 5 لا سالم ده كان بيسلفنا فلوس يعني عم سالم ده ربنا يديله الصحه يا رب كان بيسلفنا فلوس الحمد لله ده كان بيعمل لنا الليمون ويديهولنا ببلاش كنا صغيرين ما بقاش معانا فلوس ما بقاش معانا معانا يقول لك خلاص لما تقبض يبقى هات لنا ساعه اول الشهر يتخانق معانا وبتاع بس كان هو كان ضخم كده راجل طيب لكن جه بقى فتره حنفي ده كان مدرب حراس معايا يعني هو كان بيدربني احسنات كان يرفع اوفر حنفي سيد عواد سيد عواد ما بعرفش يلعب وبكه ما بعرفش يلعب لكن حنفي وحارس لعيبه جدا يعني فدول يعني انا عايز افهم يعني انت حاسس بقصه الحب اللي موجوده بينك وبين كل الناس في النادي الاهلي حتى هذه اللحظه جماهير عمال اداريين حتى زملائك اللاعبين طبعا يا كابتن يمكن ابتدي بالحته بتاعت ان جمهور النادي الاهلي كان يعني على مدار السنين اللي فاتت لحد دلوقتي حتى هو ممكن هو تحصل مشكله وهو يعنف صالح جمعه صح حتى الموضوع يبقى صعب معايا انا شخصيا لكن توصل لمرحله ان النهارده حد يتطاول على صالح من خارج جمهور النادي الاهلي او من بره النادي الاهلي جمهور منافس او يحصل له مشكله ما بيسمحوش هم دايما ما بيسمحوش هم دايما كانوا في ظهر لعيبتهم بصراحه وخاصه انا يعني كان في مشكله تتحل عن طريق الجمهور كان بيبقى في مشكله فعلا لكن حد من بره يتكلم او صحفي او مدير فني لمنافس جمهور منافس لا بصراحه يعني انت عرباوي يعني زي حالتنا احنا فلاحين فعارف المثل البلدي اللي يقول لك ادع على ابني واكره اللي يقول امين مظبوط فهم ممكن يمزعوك لكن انت حد يجي تاني يتكلم عليك من بره ممنوع منعا باتا حاسس انه اداره الاهلي كانت عنيفه معاك اتسرعت في حكمها عليك ولا خلينا نتكلم بقلب مفتوح يعني ولا ما كانش ينفع اكتر من كده لا انا خالص يعني انا بصراحه كابتن انا يعني وجهه نظري انا خدت فرص في النادي الاهلي ممكن ناس كتيره جدا ما خليتهاش او ما اعتقدش ان يكون في حد ممكن ياخدها بعد كده انا على مدار 6 مواسم حصل مشاكل كتيره جدا بدايه من باشمهندس محمود طاهر مرورا بالكابتن محمود الخطيب بصراحه يعني خدت فرصه واثنين وعشرة من مجلس اداره من رئيس نادي من لعيبه من مدربين لا يعني ما كانش في تسرع خالص يعني بصراحه ما كانش في تسرع من اداره الاهلي خالص يعني. اسف في السؤال الاهمال كان منك حتى يا كابتن فرحيلي عن النادي الاهلي كابتن سيد لما كلمني ايوه احكي لي اللحظه يعني قال لك ازاي يعني لحظه ان انت النادي الاهلي بيقول لك كان عقدك خلص الاول لا هو ما كانش عقدي ما كانش خلص. لسه بس كان لسه فاضل لي في عقدي سنتين كويس وبعد فاينل افريقيا اللي كسبناه مع الزمالك ايوه كان ساعتها الفتره دي كان في 3 لعيبه عندهم كورونا فاينل افشل قضيه ممكن في 3 من اللعيبه من الاهلي عندهم كورونا و3 من الزمالك انا كنت واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي عندهم كورونا كنت انت وقالوا ديانج وحد تاني وكابتن وليد سليمان بالظبط نعم فساعتها كلمني كابتن سيد بعدها ب 10 ايام بعد الماتش طبعا كنت انا في البيت طبعا ما بنزلش من البيت وكده كانت الكورونا ساعتها بقى مظبوط في عزها مظبوط فكلمني اتصل بيا قال لي احنا لجنه الكره ترجع نصر ماهر واحنا جايبين لك عرض من التشيك لمده 1.5 سنة على انك ترجع النادي تاني ان انا اطلع 1.5 سنة بس ترجع الاهلي اعاره على من النادي كويس فكان بالنسبه لي موضوع تشيك ودوري قليل كنت في البرتغال قبل كده وكنت في البرتغال في السعوديه وكنت في النادي الاهلي نعم وكنت ماشي بشكل كويس جدا مع لاسارتي فطبعا كلمني قلت له يا كابتن انا حابب ان انا امشي خالص قال لي احنا حابب ان احنا نساعدك واحنا بنحبك ونقف جنبك وشوف اللي يريحك احنا هنعمله لك اللي يريحك مظبوط كويس قلت له احنا نفسخ العقد بالتراضي هاجي النادي يمضي على تنازل عن مستحقاتي كان سيد موجود وعارف الكلام طبعا لا وانت بتكذبش الحقيقه فقلت له هاجي امضي على مخالصه مع النادي والكلام ده كله
وان النادي ده وقف جنبي كتير جدا يا كابتن سيد وانا عمري في حياتي ما انسى خير النادي ده عليا، فانا هاجي جامد على تنازل والموضوع يخلص بشكل كويس بالشياكه وبشكل محترم. قال لي طيب خلاص انا هتكلم مع كابتن خطيب وهرجع لك. رجع لي تاني كابتن سيد قال لي مفيش مشكله تنور في اي وقت. رحت النادي فعلا سلمت على زمايلي ومريت على مخالصه. اللحظه دي بقى وانت بتسلم وانت ماشي وجمهور الاهلي بيقول لك لحد النهارده، مش لحد وانت ماشي، لحد النهارده، يعني بيحس ان صالح ده حته منه. مظبوط. لحظه انا قلت لحضرتك يا كابتن لحد النهارده انا بحس من جمهور النادي الاهلي في المباريات وفي الشارع والكلام ده كله ان الناس قد ايه كانت متعلقه بصالح وكانت بتحب صالح فنيا في الملعب. حتى في اوقات كتيره ان كنا ننزل الملعب وكان في لعيبه كبيره جدا موجوده في الملعب كان الجمهور النادي على اول واحد على صالح، فاللعيبه الكبيره تاخد الموضوع بهزار طب انت عملت ايه طيب بيحبوك فلا فانا كان وصل لي جدا خلال السنين اللي فاتت مشاعر جمهور النادي الاهلي وحبهم ليا طبعا. بس وانت بتمضي على المخالصه وانت ماشي من النادي بصيت وراك قلت ممكن ارجع تاني، مع انك دمعت وانت خارج من النادي الاهلي؟ طبعا يعني كان اسوأ لحظه في حياتي يعني انا خارج من النادي الاهلي خارج خالص وانا خارج برضو كنت حاسس ان انا لا انا كان ممكن ان انا ابقى في حته تانية صحيح. في النادي ده وكان ممكن ابقى رقم واحد في النادي وكان ممكن ان انا يبقى في تحول كبير جدا في مسيرتي في النادي هنا طبعا في ظل قوه الفرقه والاداره والجمهور وكان والكلام ده كله، فحسيت ان انا بجد كانت اصعب لحظه في حياتي وانا ماشي، لكن في نفس الوقت كنت مصمم ان انا ربنا يكرمني واستمر وارجع المنتخب على امل نرجع في يوم من الايام تاني. سؤالين هنا مهمين جدا. السؤال الاولاني، البعض دايما هو ماشي من النادي الاهلي بيطلع اعذار او بيطلع مبررات ويلقي اللوم على النادي. انت فاجئتني قلت لا النادي اداني فرصه واثنين وعشره، فما فكرتش في لحظه تقول لا انا كنت ممكن استاهل فرصه كمان من النادي الاهلي؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، كل الاهلاويه كانوا خايفين انك من النادي الاهلي الى نادي الزمالك وانت امكاناتك تسمح لك باللعب في اي مكان. جاوب لي على السؤالين. هو خلال وجودي في نادي الاهلي في 6 مواسم كان في كلام كتير جدا من نادي الزمالك معاك معايا مباشره كل سنه مباشره على الموبايل على طول وتواصل من ناس في الاداره. حلو. لما مشيت من النادي الاهلي كان ساعتها مجلس الاداره رئاسة المستشار مرتضى كان مش وامير مرتضى وكان المجموعه كلها مشيت من النادي. نعم. ما كانش موجود حد ساعتها. فانا خلاص كنت بخلص في سموحه انا كنت خلاص انا تاني يوم همضي في سموحه وكنت مبسوط جدا بالفرقه والفرقه كانت بتفنش رابع خامس صحيح كانوا عاملين فرقه محترمه. بعد كده تحولت بقى القصه كلها لنادي سيراميكا كليوباترا لما قعدت مع مجلس الاداره مع وجود كابتن هيثم شعبان مدير فني. نعم. وحسيت ان هم فعلا عايزين معتز البطاوي ومستر معتز البطاوي طبعا فحسيت ان هم عايزين يبنوا فرقه كويسه جدا. اتكلموا ان هم جابوا سين وصاد ولاعيبه كبيره جدا بيصعدوا مع لعيبه والكلام ده كله، ووجود كابتن هيثم شعبان كمان فرق جدا. فحبيت الموضوع بصراحه وساعتها اعتذرت للمسؤول نادي سموحه خلصت في سيراميكا. رغم كل حب جماهير الاهلي ليك اللي انت بتقوله ده وبتقول انه زمالك كانوا بيتكلموا معاك وبعدين الاداره مشيت، لو الاداره كانت استمرت كنت رحت؟ لا في الوقت ده كان هيبقى صعب. صعب. عشان جمهور الاهلي. عشان جمهور الاهلي طبعا، وكان ساعتها انا خارج من 6 سنين في النادي الاهلي. والموضوع صعب ان انا بس هو الاهلي اللي فسخ عقدك يعني هو يعني حتى لو رحت ما كانش هيبقى عليك لوم، انا كنت موجود والاهلي فايا يعني كانت الاسباب يعني انا كنت شايف ان انا محتاج موسم او اتنين عشان ترجع بعيد عن الاهلي او زمالك والضغط اللي حصل لي والفتره الصعبه اللي انا مريت بيها، فكنت محتاج فرقه تبقى فرقه كويسه، فرقه كوره، فرقه هجوميه العب معاها بعيدا عن الضغط بعيدا عن المشاكل الكلام ده كله استعيد فيها مستوايا. حتى كابتن الموسم الاولاني مع سيراميكا في اخر الموسم كان في كلام من انديه كتير فعلا الاصابه بس الحمد لله ربنا ما قررتش يعني جت الاصابه دي والموضوع يعني كل الكلام وقف. عبد الله جمعه اخوك الصغير مظبوط وواحد من لعيبه الزمالك ومش واخد حقه من وجهه نظر ان الولد ده موهوب يعني مره يحطوه في اليمين ومره يحطوه في الشمال ومره يعني مش واخد وضعه تماما يعني، لكن بالتاكيد كان نفسه ان انت تزامله ان انت تبقى موجود معاه في الملعب. مظبوط. كلمك قال لك ضغط عليك خلى حد من العيله يتكلم معاك؟ لا هم كانوا دايما بيتكلموا معايا يعني بما فيهم عبد الله حتى. أيوه. كان دايما عبد الله كان هو الوجه بالنسبه لهم في النادي. ايوه في موضوع الكلام معايا كان دايما بيتكلم معايا
انت عندنا تبقى حاجه تانية والموضوع يبقى مختلف وهتلعب وهتكسر الدنيا والكلام ده كله. فحتى هو موجود عبد الله يعرف الكلام ده تقول له دايما انا اللي نفسي انت تيجي يا وكنت دايما بقولها له والله العظيم انا نفسك ان هو يروح الاهلي اللي انت اللي تيجي النادي الاهلي وتشوف الفارق الكبير اللي ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني وقد انت تبقى مبسوط وقد ايه تبقى مرتاح وقد ايه استقرار في كل حاجه انت ممكن تتخيل. وقعدوا النادي الاهلي قعد مع عبد الله فعلا ساعه عدم تجديد بتاع علي معلول قعدوا معاه خلاص كان على رادار النادي الاهلي خلاص ثم بس ما حصلش نسيب طبعا ساعتها علي معلول جدد فساعتها هو كمل في الزمالك. طيب خليني بقى اسالك برضو سؤال مهم بعد كل المراحل دي كلها احنا ممكن نتخيلها مثلا السنتين دول كانهم 10 سنين لكن هم سنتين شايف انك قادر على العوده للنادي الاهلي واذا عدت هتعود من انهي بوابه؟ طبعا يعني انا بالنسبه لي كابتن لسه صغير في السن ده رقم واحد. رقم اتنين انا مشيت بشكل محترم صالح يا جماعه 29 سنه مشيت بشكل محترم من النادي الاهلي صحيح ما كانش في اي مشاكل خالص علاقتي كويسه جدا بالجمهور بالاداره باللعيبه كل فرد في منظومه النادي الاهلي ده رقم واحد. رقم اتنين اكيد العوده هتبقى مختلفه مختلفة. يعني اكيد السنين اللي قضيتها هناك هتبقى مختلفه تماما عن لما هرجع هيبقى راجع بفكر مختلف بشكل مختلف باسلوب مختلف في كل حاجه فاكيد مش هتبقى زي الفتره اللي انا رحت كابتن النادي الاهلي كنت صغير في السن فطبعا الفكر مع مرور السنين مع مرور الخبرات والمواقف كل الكلام ده كله بقى فيه تغيير بقى فيه نضج في الشخصيه مختلف عن زمان خالص. انت اتغيرت جدا يا كابتن خالص حضرتك تشوف من ساعه ما مشيت انا من من النادي الاهلي الحمد لله مفيش اي مشكله خالص لو عمودي ولا عشان الاهلي كان لا لسه تحت الاضواء وكل حركه وكل سهره وكل شغلانه لا خالص كنت عايز اقول لحضرتك ان في اختلاف تماما خالص عن لما مشيت بطلت الأهلي. بقى كل الحاجات اللي كانت الناس بتتهمك بيها خلاص بقى يعني الواحد بقى حس ان هو خلاص بقى 27 سنه 28 سنه فالفكر زي ما بقول لحضرتك اتغير كل المشاكل الواحد كان بيقع فيها وهو صغير والكلام ده كله لا دلوقتي بقيت افكر اهم حاجه مستقبلي اهم حاجه تمريني اهم حاجه شغلي ده اللي هيخليني اتطور ده اللي هيخليني كويس كل المشاكل اللي وقعت فيها قبل كده وانا صغير لا الحمد لله كانت بحكم السن والخبره دي وجهه نظري يا كابتن. وجود الاسره كانوا خارج القاهره ولا الاسره كانوا مقيمه معاك في القاهره؟ لا الاسره كلهم خارج القاهره يعني انت عريشي مش كده؟ انا بدوي بس من سينا جنوب سينا من جنوب سينا مش من العريش مش من العريش لا بس هم كلهم الاثنين واحد يعني الاثنين حبايبنا صانع العريش كلهم حبايبي يعني خلي بالك يعني انا عندي برضو اهلي في العريش والله كان ليا كل سنه زياره العريش بس يعني امور صعبه بقالي فتره بس هروح لازم اروح لان كلهم اخواتي وحبايبي يعني. طيب يعني استقريت اسريا؟ ما هو ده مهم عمل الاسره انت دلوقتي بقيت مستقر اسريا؟ لا لسه زي ما هو الموضوع يعني اهلي كلهم في سيناء لا انا بتكلم زوجه بقى و لا مش متجوز؟ لا مش متجوز والدنيا كده اريح لك؟ لا مش اريح لي خلاص يعني ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه دي باذن الله والله ان شاء الله قريب بس خلاص بقى يعني خلاص خدت القرار جواز بقى عن استقريت عن عقل بقى المره دي الحمد لله استقريت على الزوجه ان شاء الله وقريب باذن الله يعني في فرح قريب ان شاء الله باذن يعني الله يعني اقول ان انا معزوم في فرح طبعاً صالح جمعه قريب باذن الله طبعا ان شاء الله نتشرف ان شاء الله ان احنا نكون موجودين باذن الله ان شاء الله. طيب خليني بقى يعني انا مش عايز اخلص النقطه دي لانها نقطه مهمه للجماهير. الناس ممكن تربط بينك وبين رمضان صبحي يعني انت كنت موهبه فذة ورمضان موهبه فذة لا خلاف ولا جدال يعني وزي ما صالح كان مشروع للنادي الاهلي رمضان كان مشروع للنادي الاهلي وكان معشوق جماهير النادي الاهلي. رمضان شايف انه بحساب الارباح والخسائر بخروجه من النادي الاهلي ايه اللي كسبه وايه اللي خسره ولو انت مكانه كنت تعمل ايه؟ لا هو موضوع رمضان انا فوجئت زي الناس فوجئت يعني احنا كنا بنتمرن اخر تمرينه ورمضان موجود معانا وبيجدد وكان لعيب مهم بالنسبه للفرقه صحيح نعتمد عليه لعيب مهم رمضان جدا نعم لعيب كبير خصوصا في الوقت اللي هو مشي فيه ده فعلا يعني كان اهم لعيب في الفرقه ممكن ايوه ففوجئت طبعا وانا في البيت ان هو مشي وان هو راح بيراميدز والكلام ده كله كنت لسه موجود في الاهلي ولا كنت لسه موجود في النادي الاهلي طبعا ولعبت الموسم اللي بعده لعبنا بيراميدز ماتشين وكان موجود في بيراميدز هو جت بصراحه انا وجهه نظري كان نفسي يكمل رمضان في النادي الاهلي
يعني. وحتى الفتره اللي فاتت كنت سمعت حضرتك اتكلمت انه في رغبه من رمضان انه يرجع تاني والكلام ده كله، وقرار ممكن يتاخد وزي ما قلت لحضرتك ممكن يبقى سنه صغير وقرار يتاخد بشكل ممكن يكون من رمضان محسوب من رمضان. فانا اعتقد حاليا رمضان لا، يعني هو اكيد لما فكر بعد ما راح وحس بقيمه النادي الاهلي وبالمكان اللي كان موجود فيه مع احترامي طبعا لبيراميدز نادي طبعًا كبير طبعا مش عايز الكلام ادارك ولاعبين طبعا لكن النادي الاهلي اكيد هو حس يعني كان هو عامل ازاي فنيا وشخصيا حتى بره الملعب. ايه اللي كسبه رمضان وايه اللي خسره؟ لا ما اعتقدش ان رمضان كسب حاجه هناك يعني. على الاقل مادية. من الناحيه الماديه ماديا ما فيش اختلاف على الموضوع ده كده ان هو كسب يعني. لكن فنيا جماهيريا لا، كان كل يوم رمضان ما يخش النادي كده الصبح ودخل النادي الاهلي وهو داخل التمرين كده الصبح وانت عارف ان رمضان جه وكان لابس كذا وكان عامل كذا ورمضان حلق رمضان داخل بيشرب قهوه في بيراميدز الموضوع صعب يعني. هم ناس محترمين جدا طبعا طبعا للامانه طبعا يعني. دي حقيقه طبعا. بس هنا برضو زي ما قلت لك فرق الشعبيه طبعا 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 النجوميه وده طبيعي زي طبعًا. مثلا بتتكلم في مان يونايتد بتتكلم مع في نادي تاني ممكن يكون ليه شعبيه وكل حاجه بس او ليه امكانيه لكن مش زي فريق كبير مثلا زي فرق انجلترا ريال مدريد برشلونه في اسبانيا. انا اتمنى يا كابتن اتمنى ان تتمنى اتمنى انه يرجع تاني النادي الاهلي خصوصا انه لسه صغير وممكن يكون فعلا يعني النادي الاهلي بيسامح وجمهوره اصلا يعني ليه جماهيريه. شايف الجماهير لسه بتحب رمضان يا صالح بس عاتبه عليه؟ عاتبه عليه طبعا الناس بتحبه ناس بتحب وبس الناس عاتبه على قراره وعاتبه ان هو مشي بالطريقه دي وان هو مش موجود وخصوصا ان هو كانوا حاطينه في الصوره ان هو ده اللي هيشيل النادي الاهلي وهيشيل الفرقه الفتره اللي جايه فده مش كره على قد ما هو عتاب عتاب محب. انت كنت تحب تلعب مع رمضان جدا جدا يعني كان وكان في دويتو ما بينكم كده في دويتو كبير وبنلعب مع بعض يعني عن مغمض زي ما بيقولوا يعني مغمض مظبوط يعني حافظين بعض بشكل كويس قوي لعيب كبير طبعا لعيب كبير وكان وجوده في النادي الاهلي كان يفرق معاه هو شخصيا بنسبة 100%. مين اللي فرق معاك انت كلاعب في النادي الاهلي؟ كنت ترتاح جدا بعيدا عن رمضان، مين اللي كنت بتبقى جنبك كده او قدامك او وراك وانت بتحس بطمانينه غير عاديه يعني؟ لا يعني انا كنت في لعيبه كتيره لعبت معاها كابتن بصراحه بدايه من حسام غالي ووليد ازارو كان من المهاجمين المحترمين. مهاجم هايل من اكبر اخطاء النادي الاهلي في مصر. رمضان عبد الله السعيد حسام عاشور حجازي علي معلول لا في لعبة كبيره كواليتي عالي قوي يا كابتن انت معايا. بالمناسبه وانا اعرف ان في علاقه قويه جدا تجمع بينك وبين كهربا، شايف مشكلته عامله ازاي وهل شايف انه في حل ليها ولا لا؟ ده رمضان صبح يا جماعه وصالح جمعه يعني ادي رمضان وادي صالح وده من الاهداف الجميله. لكن الهدف الاول ولا الثاني ساعتها؟ كان الهدف الثاني في اخر دقيقه الثاني ها في احنا جبنا جونين في الوقت الضايع ساعتها او في الدقايق الاخيره. بص بص هو جاب الجون وحشه وعلي معلول جاب الجول الاولاني ده الجون الثاني بص فايت زي القطر هو كده كان كل مباريات بالمنظر ده انتوا كنتوا يعني فاهمين بعض بشكل ده ايام فايلر مش كده؟ ده ايام لاسارتي خدنا الدوري السنه ايام لاسارتي اصلا ده الماتش ده 13 نقطه في السيزون ده وكسبنا الدوري برج العرب حصل طيب كنت بسالك عن كهربا الموضوع كهربا كابتن من وجهه نظري بتتواصلوا؟ في تواصل طبعا يعني صديق عمري كهربا نعم كهربا يعني انا بطلب من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان ان ده واحد اشترى النادي صحيح وواحد مشي في عز ما هو كان افضل جناح نعم في افريقيا وحبا في النادي الاهلي كهربا لعب من وهو صغير نعم فحبا في النادي الاهلي الراجل دخل في مشكله وسافر صحيح وفسق عقده وامور كتيره مش اي حد هياخدها وخطوه محدش هيحسبها يا كابتن هو لا هو حبا في النادي الاهلي وحبا في جمهور النادي الاهلي وخصوصا هو اهلاوي لا هو خد الخطوه وسافر ودخل نفسه في قضيه ودخل نفسه في مشاكل حبا في النادي فما اعتقدش ان اللي يبقى شريك انت يا كابتن تبيعه صحيح هو بيحب النادي وكان شاري النادي جدا فاتمنى من مجلس الاداره انهم يقفوا جنبه خصوصا يا كابتن ان احنا كمان ما بنتكلمش على لعيب كواليتي قليل او لعيب عادي حضرتك بتتكلم على واحد من افضل اجنحه في افريقيا ده صحيح لو النهارده المدير الفني الجديد النهارده حب كهربا ووثق في كهربا هو يعرفه كويس على فكره لانه كان بيلعب في سويسرا والامور استقرت ما بين المدير الفني مثلا وكهربا معلش يا كابتن الملايين اللي انت بتدفعها في لعيبه بتجيبها من بره اجنحه في النادي الاهلي كهربا يستاهلها بكتير يا كابتن
طيب ده كلام مهم من صالح جمعة برضو على زميله كهربا، وكان مهم ننقش شوية لأنه موضوع النادي الأهلي، أنا عارف بيمثل لصالح قد إيه وقد إيه احترامه وحبه للنادي الأهلي، وزي ما أنا قلت جماهير النادي الأهلي بتحب صالح جمعة مهما كان ومهما اتقال، لكنه لأنه اللاعب الموهوب يا جماعة في العالم كله دايما قليل، ف يعني صالح من الناس الموهوبة، رمضان من الناس الموهوبة، كهربا من الناس الموهوبة. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع اللي منورني النهاردة كابتن صالح جمعة. طب يا عم صالح خليني اختم معاك بالصورة دي، تتويج النادي الاهلي والفرحة و بيغيب التتويج عن بطولة الدوري العام لسنتين متتاليتين، وده طبعا عامل مشكلة عند جماهير النادي الاهلي، وانت بتتكلم شعر بتقول النادي والاستقرار والادارة وكل حاجة جميلة والناس كلها عارفة ده، برأيك ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل، ايه اللي خلى النادي الاهلي يخسر الدوري سنتين والموسم اللي فات يخرج لأول مرة من سنوات طويلة جدا لا دوري ولا كاس، انا بتكلم على الكاس السنة اللي فاتت ولا افريقيا. انا شايف يا كابتن استقرار نادي الزمالك الاداري نعم خلال السنتين اللي فاتت لو استمر الاستقرار ده النادي الاهلي هيتعب خلال السنتين الجايه، هيتعب جدا. احنا لما كنا بنكسب، انا لعبت 6 سنين في النادي الاهلي ما في السنه خسرت فيها الدوري، 6 سنين دوري ورا بعض تمام. السنتين اللي فاتوا بقى في استقرار في نادي الزمالك، تحس ان النادي اتغير. المواسم اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده، كان فيه تدخلات، كان فيه كلام كتير، ما كانش فيه استقرار. تحس نادي الزمالك بقى نادي كبير، هو طول عمره نادي كبير طبعا، مش عايز الكلام، بس اداريا دلوقتي تحس لا هيدي. في استقرار، في هدوء، في شغل، في ناس بتشتغل، كل واحد عارف شغله كويس، مدير فني مدير فني، مدير الكوره مدير الكوره، لعيبه، شخصيه المدير الفني هي اللي مسيطره على النادي. فيريرا انا عبد الله بيتكلم معايا على الراجل يعني بيقول فيه اشعار، مع ان عبد الله بيلعبش، مع انه ما بيلعبش وبيشيد بالراجل، لكن بيشيد بالراجل في في في, في قوه الراجل، في قوه شخصيه مع اللعيب الكبير ومع اللعيبه الصغيره. ايوه اللي بيتمرن بيلعب، اللي بيحس ان هو مش عايز يبقى موجود ما يبقاش موجود، ايا كان اسمه. قرارات قويه ادت الاستقرار كبير جدا في الفرقه. فبقى في تنافس، بقى في النادي الاهلي عنده استقرار اداري مع لعيبه ممتازه، نفس الكلام نادي الزمالك استقرار اداري مع لعيبه ممتازه، مع مدرب في تنافس، مع مدرب كبير، نعم، مع مدرب صاحب شخصيه قويه، فقادر يسيطر على الفرقه، فقادر حتى يطلع من كل اللعيب، حتى اللعيبه اللي مش كواليتي عالي قوي لا في تطور، بيطلع منها اقصى حاجه، اقصى حاجه عندهم. فانا شايف استقرار نادي الزمالك خلال الموسم حتى الجديد اللي هيبتدي، ولا السنه اللي بعدها ولا اللي بعدها، لو فضل بالمنظر ده النادي الاهلي هيلاقي صعوبه جدا، لا هتلاقي الدوري بيروح هنا سنه وسنه وسنه وسنه، او ممكن سنتين وسنه، مش هتبقى الامور زي قبل كده، الخمس ست سنين والعشر سنين والكلام ده يبقى صعب. هل شايف انه الاهلي محتاج الى صفقات كتير، ولا محتاج الى ترتيب الملعب، ولا محتاج لواحد بشخصيه فيريرا؟ لا هو في البدايه هو محتاج مدير فني بشخصيه قويه، بشخصيه قويه، ده رقم واحد. محتاج النادي الاهلي بعض المراكز، ايوه يعني محتاج ان هو يعوض بدري بنون، نعم، محتاج حد بالكواليتي ده ورا، لا محتاج حد وينج، محتاج راس حربه تقيل، يعني راسات الحربه اللي موجوده ناس كويسه جدا، زي كان محمد شريف ولا حسام حسن لعيبه كبيره، لكن هو لا محتاج راس حربه زي ما كان موجود عماد متعب، زي ما كان موجود الاسماء دي. النادي الاهلي محتاج لعيبه، ايوه
محتاج لعيبه تفرق برضو معاه والتنافس في الاخر هو اللي طبعا كل واحد بقى بجدعنته. بالمناسبه يعني كابتن النادي الاهلي هيستفاد بشكل كبير جدا من شادي حسين. احكي لي شويه عن شادي حسين لانه لسه الاعلان عن صفقته كان من ساعات قليله جدا وانت يعني لعبت سنتين مع شادي. سنتين مع شادي وشادي ادي في السن ولعبنا في الناشئين وفي منتخب الشباب. كان معاك في منتخب الشباب؟ كان معايا في منتخب الشباب وكان طبعا ناشئين مولي العرب. وعلى المستوى الشخصي انت كنت في ناشئين مولين عرب يا صاح؟ لا انت كنت في انبي. انا كنت انبي كان هو مولين عرب فكنت بتلعبوا قدام بعض. كنا بنلعب قدام بعض وكنا في نفس المرحله السنيه في المنتخب. وكان من ساعتها باين كان من ساعتها من الاسماء البارزه ومن الفرق. ما كانش اساسي في المنتخب معاكم؟ ده ما كانش اساسي. ما كانش اساسي. كويس. على المستوى الشخصي هو ملتزم جدا. شخصيه ملتزم بني ادم خلوق متواضع جدا مجتهد جدا في التدريبات. مجتهد غير انه بيحب النادي الاهلي من زمان. هو اهلاوي مشجع درجه ثالثه. مشجع درجه ثالثه يعني. ايوه صحيح. فكان بدايتي مع شادي يا كابتن لما رحت سيراميكا كان شادي بحس ان هو متضايق مني. ياه. بدايتي مع شادي والله يعني في بدايه اول شهر شهرين لحد ما قربنا من بعض وبقينا اصحاب جدا اللي هو من كتر حبه في النادي الاهلي وانا لسه جاي النادي الاهلي. كان متضايق منك عشان النادي الاهلي؟ كان متضايق مني تصرفات صالح في النادي الاهلي مع ان هو كان موجود كان ممكن يفيد النادي الاهلي. فكنت تحسه متضايق. يفيد اللي هو بيتكلم عليك. وغير كده ان انا عرفت من زمايله في سيراميكا لان هو طبعا كان بقاله سنين في النادي ان هو ما بيستحملش كلمه عن النادي الاهلي. يا خبر ابيض. فوت اللبس دي حقيقه. والله العظيم دي حقيقه الالف حقه. غير انه راجل اهلاوي طبعا. بس هو في الملعب محترم يعني بيلعب بيموت نفسه قدام الاهلي وقدام الزمالك. المستوى الفني قدام اي حد. المستوى الفني يعني حاجه محترمه يعني. قوي جدا سريع جدا. فنش شكل كويس جدا بيشتغل برجليه اليمين وبالشمال. صحيح. هيدرس كويس. يعني انا اعتقد النادي الاهلي استفاد بشكل كبير جدا من شادي حسين. احسن مركز لشادي ايه؟ سترايكر. سترايكر راس حرب. يقدر يلعب على الاطراف. مظبوط. بس هو بيفضل يلعب فيرود. بس انت قلت من شويه الاهلي محتاج سترايكر. فهل وجود شادي حسين خلاص يبقى الاهلي مش محتاج سترايكر ولا محتاج حد غير شادي؟ وجود شادي حسين كابتن النادي الاهلي مش محتاج سترايكر. وفي محمد شريف ده كان هداف الدوري وهداف افريقيا وحاجه عظيمه جدا يعني. اللي ممكن ياخدها شادي حسين كابتن في النادي الاهلي مع احترامي لحسام حسن ومحمد شريف طبعا لعيبه كبار. لكن المساحه اللي هياخدها شادي حسين في النادي الاهلي من دعم من اداره من جمهور من مدير فني اعتقد الراجل ده ممكن يجيب له 30 هدف في السنه. يا سلام للدرجه دي؟ والله يا كابتن. شايف انه صفقه رابحه بكل المقاييس النادي الاهلي. مصطفى سعد الشهير بميسي شايف انه اضافه للنادي الاهلي ولا في زيه في النادي الاهلي؟ لا هو الميزه في ميسي يا كابتن ان هو صغير في السن. ميسي لسه 21 سنه. الفرق ما بين شادي وما بين ميسي ان النادي الاهلي يقدر يستفاد من شادي حاليا دلوقتي مع بدايه السيزون. نعم. مع بدايه دوري ابطال افريقيا. ميسي صغير في السن. انا شايف النادي الاهلي ممكن يستفاد منه مستقبليا. نعم. ان هو النهارده لو حتى مش موجود ميسي بشكل اساسي في النادي الاهلي. لا انا شايف ان ميسي خلال السنه الجايه اللي بعدها مع امكانياته وسرعته ومهارته لا النادي الاهلي يستفاد منه. لاعب كويس. جدا يعني شايف صفقتين بالنسبه للنادي الاهلي كويسين. اختار بصراحه اختار افضل لعيبه بصراحه. نعم. طيب خليني برضو اسالك عن افريقيا. يعني انت توجت مع الاهلي في البطوله الافريقيه الاصعب في التاريخ لانه لم يحدث حتى هذه اللحظه انه فرقتين بهذا الحجم بهذه الشعبيه انه يلعبوا نهائي افريقيا في مصر في افريقيا. يعني حصلتش حتى الان يعني ممكن تكون حصلت على المستوى العالمي يعني. هل كنت حاسس بعد البطوله دي ان النادي الاهلي صعب انه يخسر ولا المنطقي والطبيعي بعد ما بتوصل للتوب بتقع شويه؟ لا هو الطبيعي والمنطقي لاي فريق مش كبير بعد التوب ان هو بيقع. لكن النادي الاهلي خلاص هو اتعود ان هو بيوصل لمرحله معينه ومرحله توب فما بيقلش عنها. لكن المباراه دي انا فاكر ظروفها كويس جدا. احكي لي. هي لا يعني هي كانت مباراه كان اللعيبه بتتكلم ساعتها ان خساره المباراه دي هيترتب عليها حاجات كتيره جدا. هتضرنا كلاعيبه وهتضر النادي. وهتضر الاداره. اللعيبه نفسها. انت جالك كورونا قبلها بيومين تقريبا يعني ما قبلها قبلها باسبوع تقريبا. تمام. فقبل المباراه فكنا يعني اللعيبه بتتكلم اللعيبه دارسه الماتش بشكل كويس جدا. دارسه ابعاد الماتش. ابعاده حلوه الكلمه دي. في حاله الخساره وفي حاله المكسب. صح. في حاله المكسب ان قد ايه احنا هنركب الجيل ده وقد ايه ان البطوله دي تبقى مهمه بالنسبه لنا قاريا وفي مصر. ايوه ده رقم واحد.
رقم 2 خسارتها كانت هتبقى صعبه بالنسبه لنا. صحيح. مش بس كلاعيبه لا، بجهاز فني، بمجلس اداره، بجمهور، كان الموضوع هيبقى صعب على الكل. فالحمد لله يعني كان التركيز في اعلى 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 درجاته. ومع ان احنا كابتن خد بالك ما كناش الافضل في المباراه، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. التركيز، عشان احنا التركيز كان فعلا فعلا 100%، وكنا قافلين على نفسنا بشكل كويس جدا. وكان في انكار للذات بشكل كبير والله في المباراه النهائيه. اللي يلعب يلعب يا جماعه، اللي يقعد يقعد، ما كانتش فرقه مين اللي يلعب او مين اللي ما يلعبش، فرقه لان كان كلنا كنا في مركب واحده، وكنا حاسين لو المركب دي غرقت هي خلاص هتغرق بالكل. رغم انك ما كنتش تلعب، قول لي اتعاملت ماديا كويس في البطوله دي؟ اتعاملت ماديا كويس بصراحه كويس. طيب عايز اسالك بقى سؤال نفسي في اجابه ليه، ايه المشكله اللي كاتبينك وبين فايلر؟ لانه ده سؤال مهم. هل انت اللي عليك اللوم، ولا هو كده من البدايه استثقل دمك؟ وهل الامور دي تغيرت مع موسيماني ولا لا؟ ومن افضل كمدرب؟ خلاص الاثنين مشوا، من وجهه نظرك من الجانب التكتيكي فايلر رغم انه ما كانش بيلعبك، ولا موسيماني اللي كان بدا شويه يقتنع بصالح جمعه؟ هو في البدايه كابتن طبعا انا فنشت السيزون مع لاسارتي اساسي كاحسن ما يكون، احسن ما يكون. والكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم معايا بعد السيزون ما خلص، قال لي من اسباب ان احنا نكسب الدوري هو انت. حلو قوي. جي فايلر ساعتها امور في البدايه، انا بره السكور بره السكور، فكان كل همي ان انا اشتغل بشكل كويس عشان ترجع عشان نرجع في مكاني والكلام ده كله كويس. فهي وصلت لمرحله معينه وانا اتكلمت فيها قبل كده، ان هو حصل تقسيمه، كنا 21 لعيب منهم 3 صغيرين، فوجئت بان انا الوحيد اللي بره التقسيمه، بره التقسيمه، وكان في 3 من الناشئين. فاحنا متعودين ان حتى لما يبقى في تقسيمه وفي لعيبه كبيره تمام، ما ينفعش يطلع بره، ما ينفعش لعيب كبير في ظل وجود 3 لعيبه صغيرين تمام يطلع بره جيم. فمن هنا حصلت المشكله، حسيت ان الموضوع بقى صعب. ساعتها هو طلب مني ان انا اروح الجيم وانا رفضت. هنا بقى بدا الكلاش، هنا بدا المشكله بدا الكلاش، فقال لي لا انت كده هتفضل في الجيم على طول. وساعتها كابتن قعدت في الجيم 6 شهور مع فايلر، يعني كنت ماشي بشكل كويس جدا. 6 شهور في الجيم، 6 شهور بدخل يوميا لكابتن سيد. هو انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ كابتن ما ينفعش ان انا اقعد في الجيم 6 شهور. صحيح. انتوا كده بتبعدوني. دي مشكله. بعدها مشي طبعا. رجع. لكن هو كمدرب، كمدرب في الملعب، مدرب كبير، مدرب كبير، مدرب كبير، جميل انك جداً تقول الكلام ده، وشخصيه محترمه جدا وفنيا حتى جوه الملعب مدرب كبير. الله، انت راجل محترم يا لا مدرب. نعم. مدرب كويس جدا. نعم. بصراحه. افضل من موسيماني فنيا، افضل من موسيماني فنيا. مزبوط. رغم انه موسيماني اللي لاعبك، موسيماني جه وابتدى يشركني وابتدى يلعبني والكلام ده كله. لكن احنا في الاول والاخر كلاعيبه نبقى قاعدين اذا كان بيعجبنا التمرين كلنا، التكتيك اللي بناخده في التمرين، النهارده بتتمرن يوم، تاني يوم تمرين في تغيير، في تغيير، في تغيير، في تطور عند فايلر، في تطور عند فايلر. لكن موسيماني لا، كان طبعا كان فايلر افضل منه. ياه. التوفيق كان التوفيق مصاحب موسيماني. بس اعتقد لو كان كمل فايلر في مع الفريق كان اعتقد نفس البطولات اللي كسبها موسيماني كان يكسبها فايلر. والله كان مع مدرب احمل على اعلى مستوى، مدرب الحراس اللي كان موجود معاه على اعلى مستوى، رجع تاني هو فكريا راجل عالي جدا. فايلر كل ده انت بتتكلم على فايلر اللي قعدك 6 شهور في الجيم. شخصيه قويه جدا جدا، شخصيه قويه جدا. كان مسيطر على غرفه اللبس، كان مسيطر على اللعيبه كلها. يبقى موجود يبقى موجود، اللي مش هيبقى موجود مش هجيبه واتكلم معاه اصلا. خالص. انا مش هجيبك واتكلم معاك اقول لك ايه مشاكلك والكلام ده كله. ده فايلر، ده فايلر. موسيماني شويه مخادع شويه كده بالمعنى. مطلوبه على فكره في المدرب يعني برضه، انه يعني ممكن يتكلم مع حد وهو مش عايزه. يعني ما كانش صريح مع اللعيبه، مع لعيبه كتيره يعني. بس غريبه يعني، الواحد الراجل اللي فاز بكل البطولات دي شايف انه التاني كان. بس طبعا فايلر ماشي وكسبان كل حاجه برضه، ماشي يعني وكسبان كل حاجه. ويمكن سر التفوق اللي في بدايه موسيماني مع الفريق هو كان كان البدني الأرضية اللي احنا واخدينه، والارضيه اللي كانت معموله من مستر فايلر. البدني ما كانش كويس مع موسيماني شويه؟ لا كان مع مدرب كويس بدني مع موسيماني. كان مع مدرب كويس. طب رايك كسره الاصابات اللي حصلت دي كان بسبب، كنت انت خرجت من النادي بعدها بقى الاصابات الكتيره، بعض قال عشان الاجازات كان مبالغ فيها انه اهتم بافريقيا شويه على حساب الدوري العام، هل الكلام ده مظبوط؟ بص يا كابتن، في البدايه اصلا في الفتره الاخيره ما كانش في روتيشن بشكل كبير، ده رقم واحد. رقم اتنين
في فتره اتكلمنا على ارضيه الملعب فعلا كانت ارضيه الملعب صعبه. نعم فعلا كانت بتسبب اصابات كتيره جدا منها اصابه محمد محمود. نعم لما جاله صليبي تاني مره كانت هي السبب ارضيه الملعب. فدي كانت سببت انواك كتيره جدا. الجيم قبل ما يتطور كان في مشاكل. الريكفري بتاع النادي طبعا ما شاء الله دلوقتي حاجه يعني حاجه تانية خالص حاجه يعني اوروبيه بصراحه كان في البدايه لا كان صعب. بس اعتقد دي الحاجه. تاني حاجه ان كابتن زي ما قلت لحضرتك ان النهارده لما انت بتجيب مدرب احمال وانت اصلا عندك في النادي مدرب احمال فده بيشتغل مع الناس اللي بره ما بتبقاش موجوده بحمل معين ومع ده فالحمل هنا متغير فده اللي كان بيجيب اصابات كتير. وجهة نظر برضو مقبولة ومعقول. هل كثرة تغيير المدربين في النادي الأهلي أثرت؟ يعني أنت بتتكلم على الاستقرار دايما بيولد نجاح، شايف أن العكس حصل بقى لما بدأ كل شوية سوارش موسيماني كابتن سامي أمصان شوية وهكذا، ورأيك إيه في تعاقد الأهلي مع كولر؟ أنا اعتقدت يا كابتن أن بعد ما بعد رحيل الموسيماني أن كابتن سامي أمصان يكمل، كان لازم ده اللي يحصل لأن هو مرتبط باللعيبه وبالناس الموجوده بتحبه جدا. مفيش حد دخل النادي وخرج من النادي بالناس الموجوده ما بيحبش كابتن سامي أمصان فعلا على المستوى الشخصي. يعني انت ممكن تلعب وتموت نفسك عشان الراجل ده يبقى كويس وعشان الراجل ده الناس تتكلم عليه كويس عشان سامي حلو. فشخصيه محترمه جدا غير ان هو مدير فني كبير. هو مدير فني عنده فكر كبير جدا وواعي جدا. فتوقعت ان هو يكمل. كان الافضل انه يكمل لنهايه الموسم. الافضل ان هو يكمل طبعا. تغيير مدربين دي هي جديده بصراحه مش طبيعه الاهلي مش طبيعه النادي الاهلي. هاي. حتى انا توقعت سواريش ان هو يكمل يعني. يعني وجهه نظري ان كان ان مجلس الاداره يخليه موجود ويكمل موجود مع الفرقه لان هو الراجل جه فتره قصيره ومش فتره قصيره. صحيح. ودي مش من اساليب النادي الاهلي. اكتر واحد اتظلم هو اتظلم في فتره بصراحه اتظلم يعني كان ممكن يكمل سيزون بس النادي الاهلي طبعا بالظروف اللي بتحصل جماهير السوشيال ميديا والضغط والكلام ده كله كان مطالب ان هو يغير طبعا. المدير الفني الجديد بصراحه انا ما اعرفوش يا كابتن لسه يعني تقدرش تحكم عليه ما اقدرش احكم عليه خالص. ده دي اجابه محترمه. المباراه الاخيره كانت بين الاهلي وسيراميكا. سيراميكا بكامل نجومه والاهلي معظمهم بالشباب هزيمه قاسيه 4-0 لسيراميكا. كنتوا متعادلين في الدور الاولاني مع النادي الاهلي بكامل النجوم وانت شاركت في المباراه الثانيه كنت المباراه الاولى مصابه. شايف دي كانت بصمات سوارش ولا الولاد الصغيرين عايزين يثبتوا وجودهم ولا كان نوع من انواع الاهمال من لاعبي السيراميكا؟ احنا لعبنا المباراه الدور الاولاني احنا كامل فول تيم وهم فول تيم مظبوط. هم تعادلوا معانا في اخر دقيقه مظبوط بالبنالتي تمام. المباراه الاخيره سيراميكا مش محتاج حاجه من المباراه بيلعب اوكي بنجومه باللعيبه كلها الكلام ده كله لكن هو في الاول والاخر لا الجهاز الفني يحتاج حاجه من المباراه مفيش هدف ولا اللعيبه احنا بنلعب مباراه عاديه جدا احنا لا هننزل درجه ثانيه ولا احنا بننافس على مربع الذهب. في المقابل انت بتقابل النادي الاهلي في جهاز فني عايز يثبت نفسه صح لعيبه صغيرين عايزه تكمل وعايز تثبت نفسها فده اللي خلى النادي الاهلي يلعب بالقوه دي والحماس ده. في المقابل سيراميكا كليوباترا احنا ما يعني المباراه كانت بالنسبه لنا زي ما بيقولوا تحصيل حاصل مظبوط. كان هم لا كمدير فني عايز يثبت نفسه مع لعيبته عايزين يثبتوا نفسهم فكانوا مموتين نفسهم مع لعيبه كبيره موجوده في الملعب عايزه تكمل وعايزه تبقى موجوده ورجوع محمد محمود رامي ربيع الناس دي كلها عايزه تحجز مكان وعايزه تبقى موجوده والكلام ده كله فقلق بالنسبه لهم كان كبير جدا عشان كده هم خدوا المباراه بنسبه 100% عشان كده ده كان واضح في المباراه مع الطرد طبعا اللي حصل في بدايه الشوط الثاني طبعا كان الموضوع صعب يعني. بس تجربة شباب النادي الاهلي شايف انها كانت تجربة ناجحة؟ جدا طبعا جدا يعني في اسماء كتيرة جدا بصراحة ادت بشكل كويس جدا. مين عجبك من شباب الاهلي؟ انا عجبني زياد طارق طبعا زياد عجبني جدا. نعم. عجبني فخري لعب كويس جدا محمد فخري عجبني ولا ده شوال تاني مش فاكر اسمه نزل الشوط التاني في المباراة محمد رأفت خليل اللي بيلعب من الشمال رأفت خليل عجبني الباك ليفت محمد اشرف كويس جدا دول لعيبه كويسين جدا في يعني ده يبشر بالخير بالنسبه لمستقبل النادي الاهلي طبعا طبعا غير ان انا طبعا مقتنع طبعا بمصطفى طبعا شوبير من يعني اتمرن معاك مصطفى اتمرنا كتير جدا مع بعض كتير قعدنا اتمرنا سنتين ونص قبل ما امشي النادي الاهلي يعني. لما اللعيب بيبقى من صغره يعني انت رحت النادي الاهلي وانت صغير واتمرنت ورمضان صبحي طلع وهو صغير وكتير غير برضه لعيبه تقيله جت زي مثلا وليد سليمان وعمرو السوليه ومجدي قفشه وغيرهم
التوليفه دي شايف انها بتبقى هي مفتاح النجاح او سر النجاح. ده حقيقه يا كابتن. نعم. يعني كان دايما انا وجهه نظري ان اللعيبه الكبيره اللي موجوده في اوضه اللبس هي دي التوليفه اللي بتسبب نجاح في اوضه اللبس وفي النادي الاهلي. ايوه. اسماء كبيره تبقى موجوده في النادي الاهلي بتفرض الاحترام على اوضه اللبس. صحيح. الالتزام، الانضباط، فوجود لعيبه صغيره شايفه لعيبه كبيره بتتعامل ازاي باحترافيه. اللعبة الكبيرة بتبقى بتتمرن احسن من الناس الصغيرة. أيوة. الناس دي بتبقى ملتزمة في المواعيد، واول ناس بتيجي واخر ناس بتمشي. احترام، اخلاق، التزام، انضباط، ولما بيشوف حاجة غلط بيجيب اللعبة الصغيرة يتكلم معاه يقول له واحد اثنين. مين كان بيقوم بالدور ده وانت موجود في النادي الاهلي؟ لا انا كان انا حضرت اسماء كتير. أيوة. انا حضرت اوضة لبس تخض يعني كده. تخض. اول ما تخش كده وعلى اليمين شريف اكرامي، بجنبه احمد فتحي، بعمد متعب، بحسام غالي، بحسام عاشور. بجده، بوليد سليمان. باسماء كتير ما تخلصش يعني في الاوضة. كل دول كان لهم دور من وجهة نظرك. طبعا. طبعا طبعا. كبير. والنادي الاهلي يا كابتن لما ابتدت الاسماء دي تختفي واحدة ورا التاني ورا التالت، ابتدى اوضه اللبس تبقى زي الاول. نعم. ابتدى الاسماء الشابه تبقى اكتر. اللعيبه الكبيره ابتدت تعتزل تمشي، تعتزل تمشي، في اوضه اللبس ابتدت ما تبقى زي الاول. لكن زمان يا كابتن ما كانش حد يقدر في اوضه اللبس دي يعني لفظ خارج يطلع كده قدام اللعيبه الكبيره. دور مين دلوقتي من وجهه نظرك يا صالح في الاهلي؟ يعني بعد ورا رحيل وليد سليمان يا كابتن واعتزاله طبعا. في الشناوي طبعا كابتن فرقه، في عمرو السليه، السليه والشخصيات، في رامي ربيعه، نعم، ايمن اشرف. يبقى ليهم دور كبير جدا ايمن اشرف طبعا. الناس دي يبقى ليها، حمدي فتحي، الناس دي يبقى ليها دور كبير خلال الفتره اللي جايه يا كابتن ومهم. عايز بس بمناسبه ان انت قلت ان فايلر شالك بره التقسيمه، هقول لك انا اعتزلت ازاي. انا قلتها قبل كده بس من زمان، يعني انا كنت كابتن نادي وكان عملت عمليه اشاعه انها خلع. انا ما كانش عندي خلع، انا جالي تمزق في كتفي عادي جدا زي اي حد يعني. عملت العمليه ورجعت وميت فل 14، بس الظروف بقى عصام الحضري اللي لعب كان ماشي كويس، كان في مصطفى كمال وهكذا. فكان مدربنا هو راينر هولمان الالماني، ما كانش يقول لي غير مستر شوبير او كابتن شوبير. يعني انا اقول له مستر هولمان هو يقول لي كابتن، او يقول لي مستر شوبير. العلاقه ما بيننا احترام غير عاديه، كان دايما بيسالني وياخد رايي وعلاقتنا ممتازه. ساعه ما رجعت من الاصابه وانا من النوع اللي بتمرن تمرين جنوني يعني، فعملت كل حاجه. وبعدين جينا كان في تقسيمه وبلعب عادي وبالتقسيمه عادي وكل حاجه، بس لسه دخلش ماتشات، قلت ان يعني واحده بواحده يعني. فجينا في تقسيمه فلقيته قال حضر يمين، مصطفى كمال شمال. نفس أنا لا انا كابتن تيم واكبر واحد وفاهم. فالحقيقه انا وقفت لمده 10 ثواني كده، اللي هو مش عارف اروح فين. الموضوع صادم كابتن. كان في وكان في جمهور في المدرجات كتير ساعتها، بس انا مش عارف اروح فين. يعني هطلع اقول للناس دي ايه اللي كانت بتغني لك وانت نازل الماتش، انه فوصلت ان انت تبقى بره التقسيمه. فروحت وانا طالع، رحت رايح على هولمان قلت له ثانك يو. قال لي في ايه؟ قلت له ثانك يو فير ماتش، شكرا جزيلا كده. وشاورت لل والله شكرا اعتزلت. والله شاورت للموجودين ورحت قالع كل لبسي ما عدا الشرطه طبعا، ورحت رميع الجمهور بالجزمه. ومن يومها لم اطأ الا بقى نزلت اتمرنت شويه عشان استعد للماتش اعتزال. فقصه ان انت تبقى لعيب ولعيب مهم وخارج التقسيمه دي بتوجع جدا، بس طبعا ظروف صالحه غير ظروفي، بس كانت فرصه ان انا احكي لكم القصه. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا مع النجم صالح جمعه. زي ما قريته من شويه في الشريط عندنا، هيلدر كريستوفاو ده المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي، كان مدربا للرديف في فريق بنفيكا البرتغالي، ويعني اتمنى ان شاء الله انه ده يحقق امال وطموحات جماهير النادي الاسماعيلي. اعود لكابتن صالح جمعه، عايز اتكلم شويه عن سيراميكا. يعني قصه الانضمام ولقيت نفسك ولا لا، واكتر الحاجات اللي انت استفدت منها من وجودك في نادي سيراميكا، خاصة النادي منضبط محترم إداريا جدا جدا جدا، وناس عايزين يعملوا حاجة كويسة. وإيه السبب إن الموسم اللي فات سيراميكا ظهر بشكل أفضل بكتير من الموسم اللي خلص ده؟ أه طبعا زي ما أنت حضرتك قلت يا كابتن، هم على المستوى الإداري ناس منضبطة جدا. نعم. يعني إذا كان الحاج محمد أبو العنين ومستر طارق أبو العنين. نعم. ناس محترمة جدا، وحتى الناس اللي شغالة في في الإدارة كلهم ناس محترمة. وعايزين يعملوا حاجه. انا اتوقع النادي ده كابتن خلال سنه سنتين النادي ده ربنا يكرمه ويبقوا في حته كويسه جدا، لان هم حاطين هدف وحاطين بلان كويسه جدا ان هم يبقوا في حته كويسه.
السيزون الاولاني طبعا عملنا موسم محترم طبعا، عملنا ماتشات كبيره جدا مع كابتن هيثم شعبان. ابتدينا السيزون الثاني كان وجود كابتن هيثم، بعد كده كابتن احمد سامي. فطبعا كابتن احمد برضو اتظلم في الحته دي ان هو جه السكواد بتاع الفريق كله وهو ما يعرفش عنه حاجه. كل اللعيبه اللي موجوده مش هو اللي مختارها، كان كابتن هيثم اللي مختارها. فكمل على هذا الاساس كابتن احمد، لكن بصراحه الاثنين اجتهدوا، الاثنين مدربين كبار جدا. اعتقد يعني ان كابتن احمد سامي يعمل حاجه كويسه جدا مع سيراميكا السنه الجايه، مدرب كبير وشخصيه قويه وقريب جدا من اللعيبه، وحاجه جميله يعني. حتى الجهاز الفني اللي معاه كابتن زيزو، كابتن صلاح امين، كابتن هاني العجيزي، كابتن احمد ناجي، جهاز فني محترم جدا. فاعتقد انهم يعملوا حاجه كبيره السنه الجايه، خصوصا ان كمان النادي مساعد بشكل كبير جدا في الصفقات الجديده. ابوك اخر حاجه، ابوك احمد ياسر ريان، نعم، اثنين هايلين طبعا، اثنين هايلين في خط الهجوم طبعا. اعتقد في خط الدفاع هيجيبوا ناس، اعتقد يعني اعتقد انهم عاملين فرقه كويسه السنه دي، فاتمنى التوفيق ليهم كلهم يعني. شايف انك استفدت من تجربه سيراميكا يا صالح بما يكفي؟ جدا يا كابتن. انا بالنسبه لي فرقه مستقره اداريا، ما فيش اي مشاكل خالص، بتلعب براحتك، ناس محترمه، محدش بيضايقك، حتى مجلس الاداره بيتعامل معاك بشكل محترف محترف وشكل محترم. نعم، الاثنين، ما فيش حد بيضايقك. في حاله الخساره الناس بتتكلم معاك وبتعنفك، بس بطريقه محترمه. أيوة، بطريقه شيك. لا يعني بصراحه يعني بعد النادي الاهلي سيراميكا احطه من ضمن اربع خمس انديه في مصر الافضل يعني. احمد سامي زي ما انت بتقول اتظلم، جه يعني في وقت صعب وما كانش خلاص في دوافع، البقاء في الدوري خلاص تحقق، فيش مشكله. شايف انه هيبدا فتره اعداد، انه بيختار اللعيبه اللي هو عايزها، انه ممكن يقرص على صالح نفسه يعني. في حواري معاه كان قال لي صالح محتاج يقرص على نفسه شويه الفتره اللي جايه وقبل ما نطلع هوا. انت قلت لي فعلا الكلام ده مظبوط، شايف ان ده ممكن يغير الشكل في بدايه السنه اللي جايه؟ ومطلوب منك ايه انت بقى من نفسك عشان الموسم الجديد ده تأديك افضل ما هو في وجود كابتن احمد سامي. انا كنت كان بقالي سنه نعم ومصاب كابتن. انت رجعت لما هو جه؟ انا رجعت، ما رجعتش مع الكابتن هيثم. لا رجعت لما هو جه. تمام، فكان بقالي سنه مظبوط، فتره اكيلس. فتره اكيلس، غير ان بعد سنه انا ما حضرتش فتره اعداد مع الفريق، ده صحيح، غير ان انا كمان الاصابه كانت لحد النهارده مقلقه بالنسبه لي، كانت بتخوفني، ونفسيا انا كنت خايف، ده صحيح، ونفسيا انا اصابات كتيره ودمها تقيل. تمرين وتر اكيلس يا جماعه، بس عشان الناس تبقى عارفاه، اللي هو العرقوب بتاع الرجل اللي في الاخر، يعني اخر حاجه في الرجل العرقوب ده لما بيتقطع ده بياخد سنه. انا كان عندي، ما كانش عندي قطع يا كابتن، انا كان عندي انفجار في الوتر. يا ساتر، ده اصعب من القطع، اصعب من القطع يعني. القطع عادي، لكن هم لقوا كده يا صالح من غير حاجه في مباراه وديه يا كابتن. في مباراه وديه مع طلع الجيش. هي معظم الاصابه دي بتيجي لوحدها كده. نعم، هي هو الوتر ده من غير حاجه، جامب تنزل على الارض كده. فكان لحد ما كابتن احمد جه طبعا بصراحه هو كان بيخلي اتمرن بشكل كبير جدا مع المدرب الاحمال. أيوه، مع ويليام. بس انا كانت بالنسبه لي الاصابه كانت لسه في خوف، لسه في قلق. صحيح، ما كنتش لسه بنسبه 100% مطمن. لكن انا مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله باذن الله. بداتوا الاعداد ولا لسه؟ لا لسه كابتن. انا لسه لسه ما رجعناش حتى التمرين. بس احساس انك ناوي. لا انا بالنسبه لي الموسم الجديد ده كابتن يعني. انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله هفنش السيزون الجديد ده باذن الله من افضل ثلاث لعيبه في الدوري باذن الله. ناس كت من افضل ثلاث لعيبه في الدوري ان شاء الله باذن الله. هنتحاسب على ده ان شاء الله. احنا لنا لقاء كل سنه ان شاء الله، واللقاء ده بيعمل رد فعل. انا عايز اقول لك دكتور سامي عبد العزيز بعت لك رساله، وده استاذنا في الاعلام يعني، بيقول ما كنتش متخيل ان صالح سليم بالشخصيه الجميله دي، ويعني وبيحييك. صالح جمعه، انا قلت ايه؟ صالح صالح سليم. صالح، يا ريت تبقى صالح سليم. يا ريت ده طلعت غلط يعني. مين يبقى صالح سليم يعني؟ ان صالح جمعه يبقى بالشكل الجميل ده. وناس كتير الحقيقه بعتالك يعني بتحييك، وزي ما بقول لك هم بيحبوك ويعني متفائلين بيك. فانت قطعت عهد على نفسك انك تبقى من ضمن افضل ثلاث لعيبه السنه دي ان شاء الله كابتن. انا بالنسبه لي ان انا ان شاء الله عندي فتره كويسه، فتره الاعداد دي هشتغل فيها، غير ان انا هشتغل على رجلي اللي كانت مصابه برضو. ان شاء الله باذن الله السيزون الجديد ده باذن الله هيبقى فارق في حياتي جدا يعني. كلاعيبه بقى، من يعني افضل لعيب السنه دي؟ اظن الناس كلها بتجمع على زيزو، فانا هكمل لك سؤال يعني. زيزو بقى كده ليه؟ يعني ايه اللي وصل زيزو لهذه المرحله من التوهج ومن التالق يعني؟ زيزو في بدايته طبعا يا كابتن كان بعيد جدا، وما كانش بنفس الاداء ده، وما كانش بنفس القوه دي والسرعه دي.
لكن اللي انا اسمعه انا وزيزو مش اصدقاء بصراحه لكن انا اسمعه ان هو مجتهد جدا بروفيشنال جدا بيشتغل طول الوقت بشكل كويس جدا وباين عليه في الملعب غير ان الراجل اصلا عنده كوره كويسه جدا عنده امكانيات كبيره فمع الاجتهاد لما يبقى عندك موهبه بالشكل ده وبتجتهد عليها وبتدوس وبتتمرن وبتزود فطبيعي ان تشوف لعيب المنظر ده. هل ممكن يستمر ولا في لعيبه بيكمل 6 7 8 سنين على زي مثلا ابو تريك تقدرش تقول انه في سنه قلت منه مثلا؟ مظبوط. حاجه جميله وحاجه احنا بنفتقد يا كابتن في الدوري المصري يعني من بعد الجيل بتاع ابو تريكه والناس دي ان انت تلاقي الاستمراريه يعني بتلاقي استمراريه في هداف الدوري عماد متعب مثلا استمراريه في احسن لاعب في الدوري نعم استمراريه في احسن جول كيبر في الدوري. ده كان سؤالي بقى هل زيزو قادر يعمل ده قادر يكمل 3 4 5 سنين بالشكل ده خاصه بنفس المينتاليتي دي كابتن هو يقدر لكن حضرتك شفت السنه اللي فاتت هداف الدوري نعم محمد شريف مظبوط الموسم ده بس زيزو السنه دي شاف مشاكل مع موسيماني كتيره جدا زيزو يعني. الموسم اللي قبله هتلاقي حد تاني اللي قبله هتلاقي مفيش الاستمراريه كابتن في احسن لعيب في الدوري زمان زي ما حضرتك بتقول لا كان هداف الدوري كان لا عماد متعب 3 4 مواسم ابو تريك 5 6 سنين احسن لعيب في الدوري احمد فتحي مثلا احمد فتحي نعم في استمراريه الناس دي زي ما بنشوف بره كريستيانو بنشوف ميسي الناس دي عشان كده مفيش الثبات في المستوى ومفيش المينتاليتي بتاعت اللعيبه دي كابتن في الدوري المصري ان انا النهارده عملت سيزون كبير قوي فانا النهارده لا انا كده كويس وتمام قوي والكلام ده. ناس كتيره ما تعرفش انك كنت في المنتخب مع صلاح والمجموعه انت اصغر منهم بسنتين تقريبا سنتين اكتسبت خبرات من ده فرق معاك كابتن ضياء السيد فرق معاك بشكل بشكل كبير بصراحه كويس. خلينا نبدا بحته المنتخبات بقى المنتخب الحمد لله كابتن احد اهم النجوم اللي فازوا ببطوله افريقيا في الجزائر اظن 2013 ولا 2000 وكام اللي كانت في الجزائر 2013 ومن ساعتها ما شفناش مع الكابتن ربيع ياسين الحمد لله انا في فتره كابتن لعبت فيها اربع منتخبات الحمد لله اربع منتخب منتخبات منتخب اول منتخب اولمبي ومنتخب شباب ومنتخب ناشئين الحمد لله بلعب بشكل اساسي في الاربعه حققت الحمد لله وصلنا الاولمبيات كنت صاحب الهدف التاهل للاولمبيات كسبت بطولة افريقيا الحمد لله خدت هدف التأهل ده كان في مرمى السنغال 1-1 مع كابتن هاني رمزي كسبنا مع كابتن هاني رمزي كان 1-0 كنا في المغرب 2-0 الهدف الثاني كسبنا بطولة افريقيا مع كابتن ربيع ياسين الحمد لله كنت احد نجوم البطولة دي كنت كنت جيل هايل خدت احسن لعيب في افريقيا في السن مظبوط فالحمد لله لعبت في منتخبات كتير خدت خبره في المنتخبات كابتن ضياء طبعا اشتغلت معاه في المنتخب ورحت كاس عالم للشباب رحت كاس عالم للشباب نعم. ورحت اولمبيات اولمبيات كان مع كابتن ضياء هاني رمزي نعم كاس العالم اللي كان مع كابتن ضياء السعيد تمام فالحمد لله استفدت بشكل اشتغلت مع مدربين كبار جدا انت لعبت شاركت في الاولمبيات لعبت في الاولمبيات نعم شاركت في الاولمبياد وشاركت في كاس العالم وشاركت في كاس العالم للشباب وخدت وشاركت في تصفيات تصفيات كاس العالم المنتخب الاهلي وصلنا فيه ما لسه هكلمك على دي لسه خلينا هنتكلم الحمد لله يعني استفدت بشكل كبير جدا من المباريات الافريقيه اللي لعبناها بره ومع المدربين اللي اشتغلت معاهم يعني ناس كتيره بقى مش عارفه ان صالح جمعه يا ريت تجيبوا لنا لقطات شارك في مباراه الكونغو الحاسمه مظبوط اللي وصلنا بيها كاس العالم لعبت المباراه وكنت كويس في المباراه الحمد وكان لله الكل نعم كنت موجود اساسي في المباراه وكانت الناس كلها متوقعه ان صالح يبقى في كاس العالم عرفت ان انت كنت مجننهم اياميها شويه في الـ في الـ في المنتخب ولا كان برضو اتهامات بتتقال عليك ليه ما رحتش كاس العالم انت لا اساسي انا بعد لما وصلنا كاس العالم يا كابتن انا اتصبت 3 شهور كان عندي مزق وقعدت 3 شهور رجعت في خلال المده دي بعد كده الاصابه اتجددت تاني بعد كده في شهر 1 خرجت رحت للسعوديه الفيصلي السعودي لعبت في الفيصلي السعودي لكن ما كانش في يعني ما كانش في توفيق ان انا ابقى موجود طبعا في القائمه زعلت زعلت طبعا بس في نفس الوقت كنت مبسوط ان انا قدرت ان انا اساهم حتى لو بجزء بسيط ان انا في الحاجه الكويسه دي في ان الشعب يبقى فرحان قد ايه صحيح مع المنتخب مع زمايلي كنت زعلان ان انا ما كنتش موجود في كاس العالم بس كنت برضو كنت مبسوط ان انا كنت موجود في التصفيات وان انا وصلت صالح جمعه اهو في ماتش الكونغو تعال نقول الاسماء تاني لانه مهم جدا واحنا بنجيب الاسماء من اولها ادي محمد صلاح ادي احمد قول لي بقى انت الاسماء محمد صلاح احمد فتحي نعم رمضان صبحي ده محمود عبد العزيز ده عبد الشافي محمد النني طارق حامد النني احمد حجازي
كوكا ده اللي موجود، احمد حسن كوكا، عصام الحضري، بس يعني رامي ربيع اظن كمان موجود. لا رامي مش موجود. ما حجازي ما انا اما انت الصوره جايبينها لي من بعيد، اعتقد اللي جنب حجازي ده رامي ربيع اعتقد يعني ولا ايه، بس اما انت الصوره يعني اعتقد رامي ربيع، ادي هكتور كوبر وادي جهازه المعاون، هيكون معانا بعد شويه كابتن محمود فايز ان شاء الله. يعني لحظات لا يمكن ان انت تنساها طبعا يا كابتن، وبالذات في المباراه دي ان انت تتعادل في الدقيقه 83، يبقى ده بعد 83، ده في الدقيقه 88 كمان، احنا يعني جبنا الجون في الوقت الضايع بالظبط، فجبنا نعم. فكانت مباراه كمان الاستاد اول مره في حياتي اشوف الاستاد، رامي ربيع زي ما انا قلت يعني الاستاد ما كان في ناس بره يعني كان في ناس ما دخلتش، فلا يعني كان بصراحه كان من احسن الايام في حياتي. طبعا نتمنى ان الايام دي تعود يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يا صالح، وتعود افضل من الاول. خليني بقى اخدك دايما فقره الاخيره عندنا هي خمسة في خمسة، واقر واعترف. نبتدي بخمسة في خمسة. صالح جمعة، أفضل خمس مدربين في تاريخ الكرة المصرية. في تاريخ الكرة المصرية؟ مصريين وأجانب؟ زي ما أنت عايز تقول. طيب ممكن أقول كنا نقول كوبر. كوبر. مش عايز تختار خمسة، ممكن تختار اتنين تلاتة زي ما انت عايز. اتمرنت معهم يا كابتن ولا عامة؟ اتمرنت ما اتمرنتش، حد في الناشئين حد في الكبار زي ما انت عايز تقول. ممكن اقول ان انا الناس اتمرنت معاهم. اللي انت عايز. من وجهة نظر كابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين. لسارتي. لسارتي. كابتن حسام البدري. حسام البدري. وكابتن هاني الرمزي. هاني الرمزي. طيب افضل خمس صناع لعب شفتهم خلال مشوارك كلاعب، او اي يعني اي حد، اي يعني في اي عصور لو اللي انا شفتهم كابتن. كابتن ابو تريكا. ابو تريكا. كابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. بس افضل خمس لاعبين لعبت جنبهم. حسام غالي. حسام غالي. عماد متعب. عماد متعب. ابو تريكا. ابو تريكا. محمد صلاح. محمد صلاح. حسني عبد رب. حسني عبد رب. افضل خمس مدافعين لعبت ضدهم. احمد حجازي. احمد حجازي. الونش. الونش. بس اتنين. افضل خمس اهداف سجلها واغلاها صالح جمعة. هدف التاهل اولمبياد لندن. تاهل للاولمبياد في السنغال. السنغال. في مرمى السنغال. نعم. مرمى السنغال. هدفي في نهاية افريقيا في كاس الامم الافريقية للشباب. نعم. هدفي في النجم الساحلي في السيمي فاينل في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي. نعم. بس. مش هدف في الدوري كان منور كده. هدفك في الاتحاد كان في هدف الدوري منوره كتير، بس هدفك دول في دول من اهم دول من اهم الاهداف. طيب بعد خمسة في خمسة تعالى لي اقر واعترف. اقر واعترف ممكن تكون اسئله قلناها في سياق الحلقه بس بقى دمها تقيل شويه فمعلش اعذرنا يعني. صلاح جمعه يقر واعترف ان عدم وجودك كنجم شباك في نادي كبير حالي او محترف في احد الدوريات الاوروبيه الكبرى كان سببه دلعك واستهتارك. مظبوط. مظبوط. علي صوتك بس. مظبوط يا جدع. مظبوط. صلاح جمعه يقر واعترف ان بعض تصرفات واستفزازات عبد الله جمعه وسعت الفجوه بينك وبين جمهور النادي الاهلي او بينه وبين جمهور النادي الاهلي، اختار الاجابه وقر واعترف زي ما انت عايز. مظبوط يا كابتن. مظبوط. بينك ولا بينه هو وبين جمهور النادي الاهلي؟ بينه هيفضل اخويا يا كابتن. يعني اكيد لا لكن لا. بينه وبين جمهور النادي الاهلي انا اتكلمت معاه في الجزئيه دي ان في فتره راح فيها المنتخب وشارك بشكل اساسي. نعم. كان جمهور النادي الاهلي هو اللي بيطالب ان عبد الله جمعه يبقى موجود من اهم اللعيبه. وجمهور النادي الاهلي كان بيحبه جدا. ده صحيح. وكان مقتنعين بيه ومقتنعين بقوته وبرجولته وبيحبوه كلاعب كوره. فوصل لمرحله قلت له ان انا مش حابب انت توصل لمرحله ان يبقى انت في شحن ما بين جمهور الاهلي والزمالك وان ما يبقاش حابينك، لان في يوم من الايام انت مش عارف انت ممكن تبقى فين. لكن لما تبقى النهارده بتكسب جمهور الاهلي والزمالك والناس دي كلها تبقى في صفك انت كسبان. لكن ما فيش اي فجوه بينك انت وبين جمهور النادي الاهلي.
بيني وبين جمهور النادي الاهلي مفيش خالص. لا انا ما دخلتش في الموضوع من لا من قريب ولا من بعيد يا كابتن. بس اعتقد هو بعد كده يعني صالح الامور اتاسف بصراحه. تقر تعترف ان غضبك من استغناء الاهلي عنك خلاك تشجع الزمالك في مباراه القمه الاخيره؟ مباراه القمه الاخيره انهي يا كابتن؟ في المباراه الاخيره للزمالك. لا لا خالص والله خالص. ما زلت اهلاويا؟ ما زلت. انا دخلت البيت بعد مباراه الدوري بعد ما الزمالك خد الدوري كنت بره اتعلم الزمالك على التلفزيون فشلته. لا والله لحد النهارده كابتن والله. الله راجل لعيب في الزمالك وقاعد معاك من حقه يعني. ما هو اخويا وكل حاجه. بالعكس انا بشوف مباراه للزمالك وعبد الله بيلعب لا حابب ان هو يبقى كويس وحابب ان هو يكسب. ما اكدبش عليك في الجزئيه دي كابتن. لكن اهلي وزمالك لا طبعا. لا طبعا لسه اهلاوي طبعا. تقر وتعترف ان غلطه عمرك كانت انك قطعت مشوارك الاحترافي ورجعت لمصر في 2015 رغم ان انت كنت مكسر الدنيا مع ناسيونال ماديرا. دي حقيقه. دي حقيقه. تقر وتعترف ان انتماءات بعض اللاعبين للاهلي والزمالك احيانا بتاثر على ادائهم مع فريقهم امام القطبين. يعني صالح جمعه مثلا ممكن يبقى متعاطف مع الاهلي وهو بيلعب قدام النادي الاهلي او لعيبه ما تبقاش موجوده او باسم مرسي مثلا لعيبه ما تبقاش موجوده في الزمالك او في الاهلي او يسجل هدف وهو في نادي تاني وتلاقيه مثلا بيعمل نسر او بتلاقيه بيعمل اللي هو السهم بتاع الزمالك هو اصلا لا مش موجود هنا ومش موجود هنا او عامه مشي من الزمالك فسجل هدف في النادي الاهلي فعمل كده او العكس فانا موضوع صعب يعني. صعب. تقر وتعترف ان اللعب للاهلي بيحتاج مواصفات خاصه في شخصيه اللاعب وان الموهبه وحدها لا تكفي. مظبوط. مظبوط. تقر وتعترف انك بتحلم باللعب جنب عبد الله جمعه سواء في الاهلي او الزمالك. صح. صح لحد دلوقتي. صح. صح. هل لديك اقوال اخرى؟ شكرا يا كابتن. مش عايز تقول اي حاجه؟ لا طبعا. انا في البدايه حابب اشكر حضرتك في النهايه طبعا. بقى في النهايه نعم حابب اشكر حضرتك طبعا. يعني حضرتك قيمه كبيره ربنا يخليك ولما حتى حد بيتكلم هيقول لي كابتن شوبير بس يعني ما فيش تردد حتى كابتن والله حبيبي يا صالح ومن الناس المحترمه جدا يعني طبعا دي اول حاجه. وحابب اشكر طبعا الناس اللي لسه لحد النهارده من جمهور النادي الاهلي والناس اللي بتبقى سبورت ليا خلال الفتره اللي فاتت وخلال مبارياتي وخلال ما انا موجود في سيراميكا لسه في حب ولسه في انتماء ولسه عايزين نشوف صالح بشكل كويس. ان شاء الله اوعدهم باذن الله الموسم الجديد ده يبقى موسم مختلف بالنسبه لنا ان شاء الله من ضمن افضل ثلاث لعيبه في مصر ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا صالح حبيبي كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. خلصنا الجزء الاول. الجزء الثاني جزء اكثر سخونه مع كابتن محمود فايز المدرب العام لمنتخبنا الوطني السابق. بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات عاد اسم محمود فايز يتردد من جديد في الأيام الماضية كمرشح للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر والذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش. بداية معرفة الجماهير المصرية بفايز بدأت منذ تعيينه ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر كمترجم ومدرب مساعد وقائم بأعمال التحليل الفني والبدني في الفترة من 2015 حتى 2018 والتي تأهل فيها الفراعنة لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون ومونديال روسيا عام 2018. قبل ظهوره مع كوبر حصل المدرب المصري المتميز على دراسات تدريبية معتمدة من الاتحادين الأمريكي الجنوبي والآسيوي وعمل مع العديد من الأندية الخليجية الكبرى وعلى رأسها النصر السعودي والعين الإماراتية رفقة مدربين عالميين كالأرجنتيني كالديرون ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي والإسباني كيكي فلوريس والأورغواياني خورخي فوساتي ومواطنه خوزيه كارينيو بالإضافة للكرواتي زلاتكو والهولندي فرانك ريكارد. بعد تجربة منتخب مصر واصل فايز مسيرته مع كوبر خلال توليه قيادة منتخب أوزبكستان ثم الكونغو الديمقراطية الذي تأهل للمرحلة النهائية في تصفيات مونديال قطر وخسر أمام المغرب.
عن مشواره مع التدريب وأبرز محطاته. لماذا ابتعد عن العمل في مصر رغم النجاحات التي حققها مع المنتخب الوطني؟ وحقيقة ما تردد عن مفاوضات عدد من الأندية المصرية مع كوبر خلال الفترة الماضية وتوقعاته لمسيرة المنتخب مع البرتغالي روي فيتوريا. عن كل هذا يدور حوار محمود فايز مع شوبير في ملعب أون تايم. قبل ما رحب بضيفي العزيز خليني أقول لابني وزميلي العزيز إبراهيم فايق الحمد لله على السلامة. إبراهيم كان تعرض لأزمة صحية كانت شديدة شوية لكن الحمد لله ربنا كرمه وتخطاها وإن شاء الله خلاص والحمد لله زي الفل. معاد عودته بقى للشاشة بإذن الله قريبا إن شاء الله. تنور الشاشة يا إبراهيم كده ومشغباتك الحلوة وحلقاتك الجميلة من الناس اللي أنا بفخر وبفرح بيهم يا رب إن شاء الله كلهم كده يبقوا زي الفل. لكن إبراهيم ليه حتة زيادة كده عندي يعني. كابتن محمود مساء الفل منورنا. مساء النور يا كابتن أحمد. سعيد إن أنا مع حضرتك بتشرف بيك دايما ودايما يا رب متألق وناجح وشاطر وبجد بنستمتع بحضرتك حبيبي بجد. ربنا يخليك. خليني أبدأ معك من الآخر قصة النادي الأهلي. يعني قرينا خلال الأيام الأخيرة اسم محمود فايز مرشح أنه قد ينضم لمارسيل كولر وكلام كتير اتقال. صحة هذا الكلام؟ هل أصلا في علاقة بينك وبين الراجل؟ هل في حد كلمك من النادي الأهلي؟ القصة جت إزاي؟ أعتقد كابتن شوبير كانت الموضوع بدأ الكلام فيه. أنا عندي طبعا أصدقاء في كل الأندية في مصر عامة وعلاقتي من أيام المنتخب. فأعتقد كان من ساعة تردد بعض الأسماء المدربين من أمريكا الجنوبية أرجنتينيين وكده فكان فطرح اسمي قالك ليه ممكن محمود فايز يجي معانا يبقى يكون موجود في جهاز الفني. بس مش حاجات رسمية كانت كلها حاجات يعني مفاوضات لسه أولية. فأعتقد من ساعتها ابتدى الكلام عني يعني فقال لك طب ليه لا طب ما احنا ممكن نقدر. حد كلمك من النادي الأهلي؟ هي يعني حاجات بس حاجات ودية مش حاجات مش رسمي خالص. بيستشيروك رأيك في مدرب طب عندك استعداد تبقى موجود معانا او كده بالظبط كده. فبس بشكل كله ودي بشكل صداقة انما مش حاجة رسمية خالص يعني. هل لما استقروا على مدرب سويسري حضرتك عرفت انه كده الفرصة هتبقى صعبة؟ يعني بنسبة كبيرة ممكن تبقى صعبة يعني. كان طبعا كنت أتمنى يبقى شرف كبير جدا طبعا للواحد. اشتغلت في منتخب مصر بعد كده أرجع تاني لبلدي في نادي طبعا أكبر أندية الشرق الأوسط وأفريقيا النادي الأهلي فكانت تبقى طبعا حاجة كبيرة جدا. فشفت انها ممكن تبقى صعبة شوية لكن طبعا أنا تحت أمر النادي الأهلي طبعا في أي وقت يعني لو في فرصة. حاسس انه كانت في ناس بتحاول تضرب يعني لما تقال اسمك وانت مدرب محترف يعني كنت زي ما تقول مدرب المنتخب وبالتالي لما يجي لك نادي زي الاهلي زي الزمالك زي اي نادي هذا شرف كبير جدا لاي واحد يعني انضم لاي من هذان الناديان الكبيران يعني. لكن لما بدا الناس تقول لك محمود فايز زملكاوي وما يدخلش في جهاز النادي الاهلي قابلت ده ازاي؟ ما هو ده ابتدى الموضوع من احد الاصدقاء يعني الاعلاميين قال الاشاعه دي في يوم من الايام يعني فالناس ابتدت ترددها اللي هو الجماهير الزمالك تقول محمود فايز هو كان كابتن خالد الغندور كان كابتن خالد الغندور انا عارف انت كلمته بعدها قلت له اطرح لك يعني ما تعرفنيش بشكل شخصي او تعرف انا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا كولومبي ولا ايه ما تعرفش بالظبط يعني فطبعا هو اخذها بضحك وتهريج يعني طيب طبعا جدا جدا وظريف جدا يعني لكن طبعا قلت له يعني انا راجل محترف انتمائي لشغلي ومهنيتي واحترافي ممكن ما اكونش ابن من ابناء النادي الاهلي لكن اضمن لاي مكان اشتغل فيه الاخلاص والامانه واني ادي المليون في المية. يعني عمرك ما اعلنت عن انتمائك الكروي في مصر يعني خالص. انت اذا كان عندك انتماء فالمنتخب مصر اللي انت دربته او شاركت في تدريبه طبعا انتمائي لعملي واحترافيتي وشغلي لو هشتغل في الكونغو هشتغل في النصر السعودي هشتغل في الاهلي هشتغل في اي مكان هو انتمائي للمكان اللي هشتغل فيه. اعتقد احنا النهارده في عصر الاحتراف هي دي شيكابالا نفسه ايقونه نادي الزمالك كان مضى للنادي الاهلي يعني صحيح. وايقون حسام ابراهيم لعبوا للزمالك وجابوا جوال في الاهلي حسن عبد ربه يعني. اصل الحاجات دي انا كنت انفرد بيها طبعا يعني صح. انا انفردت بحوار مع شيكابالا لما وقع للنادي الاهلي وانفردت بحوار مع حسن عبد ربه لما طبعًا. وقع للنادي الاهلي طبعًا. صحيح النادي الاهلي كان في غايه الكرم لانه ده موضوع لازم اقوله لانه في ناس بتنسى بس طبعًا. انا ده شغل الاعلامي يا كابتن محمود طبعا فلما حصل انه شيكابالا قال لا انا عايز ارجع
فاكر كابتن النادي كان تقريبا رجع العقود حسن عبد ربه نفس الامر طبعا اتفضل ما طبعا كانش فيه وده ايقونه الاسماعيلي وايقونه نادي الزمالك وهذا الامر على فكره حصل مع رضا من زمان صح صح طبعا يعني قصه كبيره اصل انا يعني ايه ميكي ماوس الرياضه المصريه دلوقتي بس هو عامه انا اتمنى في كل الانديه والمنتخبات بتاعتنا ما تعتمدش بس على انت تنتمي النهارده النادي الاهلي تنتمي النهارده النادي الزمالك جبنا مدرب لمنتخب مصر المره دي اهلاوي يبقى المره الجايه يبقى زملكاوي لا انت مفروض من المفترض يعني انك انت عندك بعض المعايير عندك انت محتاج محمود فايز النهارده في الحته الفلانيه تشوف المعايير تقابله تتكلم معاه صحيح. لو هينفع يشتغل مش هينفع خلاص ما يشتغلش اعتقد يعني عايز اسالك عن كوبر يعني بداية العلاقة كانت ازاي يعني الراجل الارجنتيني انت لك علاقة بامريكا الجنوبية شوية او امريكا اللاتينية لكن هل كان لك علاقة قبلها بكوبر وازاي انضمت لجهازه كنا لعبنا بعض في الامارات كان هو ماسك نادي الوصل الاماراتي وانا ماسك نادي العين الاماراتي مع كيكي مدرب اسمه كيكي سانشيز فلوريس مدرب طبعا اسباني مشهور طبعاً جدا مشهور. فهو كان اول مباراه لمستر هيكتور كوبر كان جاي كان في الكاس وكان جاي هيلعب نادي العين الاماراتي ونادي العين بقى طبعا ليه صولات وجولات ولاعيبه محترفين كبار جدا فلو الموضوع بالنسبه لي الوصل كان ساعتها بيمر بموقف سيء يعني تاريخ كبير تاريخ كبير جدا لكن ساعتها ما كانش تعاقد مع مستر هيكتور كوبر فانا داخل جاي بقى تاني يوم التمرين داخل فلقيت الجهاز الفني كله قاعد الاسبان قاعدين مركزين جدا وكده فبقول لهم عارف ايه قال لي الوصل اتعاقد مع هيكتور كوبر فبقول لهم قطع مدرب كبير وكل حاجه بس انت إيه؟ عارفه كويس عارف طبعا كويس نعم. من ايام فالنسيا وكانوا مسمينه العبقري المنحوس يعني بسبب سوء الحظ بتاعه يعني تو شامبيونز ليج ورا بعض فتوم اوكي مدرب كبير بس احنا العين يعني احنا عندنا احسن لعيبه في الدوري واحنا اول واحنا قال لي لا ما تعرفش بقول له ايه اللي حصل فام المساعد المدرب خدني الاسباني قال لي احنا كنا بنلعبه في هو كان ماسك فريق يوناني وبنلعب في الشامبيونز ليج خرج كيكي سانشيز فلوريس كان هو ماسك اتلتيكو مدريد بكل فلورنس ساعتها بين كل نجوم اسبانيا خرجهم رايح جاي كسبهم رايح جاي فقال لي قلت له طب بدات قلق بقى الله الله المهم الماتش ابتدى هيكتور كوبر تام اوب 1-0 ليهم للوصل 2-0 الوصل ده سنه 2013 2014 ماتش طبعا معروف على اليوتيوب وكده 2-0 والدنيا ضلمه واسامو جاني ضيعوا في العارضه ومفيش خالص تعادلنا جبنا هدف واحد 2-2 طرد منهم واحد في الثاني اكسترا تايم بيلعبوا بتسع لعيبه ده كان كاس و120 دقيقه متعادلين معانا لا كان سيمي فاينل كويس ومتعادلين معانا نعم وصلنا ضربات الجزاء ضيعنا اثنين هم جابوا الاثنين بس بعد كده هم ضيعوا واحنا جبنا واحنا كسبنا وصعد يعني طبعا لعبوا تسعة. هما لعبوا بتسعة تسعة لعيبة فطبعا ساعتها روحت سلمت عليه جدا طبعا وتعرفنا على بعض كيكي كان هو المدرب اللي كان معايا كان يعرفه عزمه على العشاء بقى وتقابلنا بعد كده وتعشينا مع بعض وبدأت العلاقة بينه وبينه حاجة جت سنة 2015 بعد فترة بتاعت كابتن شاوي غريب كان منتخب مصر محتاج مدرب وكده فمحمد شيح لو حضرتك تعرفه اتصل بيا قال لي هو يعرفني من فترة يعني لو تقدر كالديرون مش عارف كذا مدرب انا اشتغلت مع ماتورانا مش عارف فقلت له عارضين طالبين فلوس كتيره مش عارف ايه كذا فقلت له ايه رايك في كوبر هو الراجل دلوقتي مخلص عقده في الوصل وممكن يكون مستعد كويس. يعني بس فتواصل ساعتها على طول مع الباشمهندس هنا بوريدا يعني انت اللي رشحت كوبر لتدريب المنتخب كان هو في اكتر كذا مدرب قلت له ماتورانا قلت له كذا مدرب ومنهم كان مستر هيكتور كوبر يعني فاول ما طبعا الشيحه سمع الكلام قال لي حالا راح اكلم باشمهندس وكلم الاستاذ جمال علام وانطلقنا بقى يعني بدات المسيره شايف ان دي افضل مسيره في حياتك يعني انت قعدت كام اربع سنين تقريبا ودي اطول فتره على فكره طبعا. في العصر الحديث لمدرب يعني طبعا. كابتن حسن شحاته للاسف طبعا هيكتور كوبر يعني طبعا طبعا شفتوا انه اتظلمتوا انه بعد كاس العالم الاول واحنا رايحين كاس العالم كلنا كان عندنا طموحات انه منتخب مصر ما شاء الله عمل نتائج طيبه ما خسرش تقريبا في التصفيات عاملين شكل رائع وطموحات الناس زادت بشكل غير عادي ماذا حدث خليني بقى الاول مره نفتح الكواليس ماذا حدث في كاس العالم الخساره من اورجواي مقبوله 1-0 وعملنا ماتش كويس شلنا اومان اوف ذا جيم ماتش كويس وصلاح كان غايب عشان الاصابه من روسيا بتنظم البطوله و3-1 وفيهم جون في شك وشغلانه لكن الى حد ما برضو مقبول يعني معقوله مش مقبوله قوي لكن معقوله يعني السعوديه كسبانين 1-0 ومضيعين حوالي 3 جوان ساعتها وبعدين بتتقلب المباراه راسا على عقب بنخسر 2-1 وبنعود من غير ولا نقطه يعني
ايه اللي حصل في كاس العالم؟ طيب احنا احكي لي بقى الاول مره. انت حضرتك نطيت كاس العالم. لا انا لسه هرجع. لا نرجع بقى كتير، نرجع كتير 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 من قبل اصلا سنه 90. احنا من سنه 90 لحد سنه 2018. في 2018 احنا بنتكلم على حاجه واحده، نوصل كاس العالم. مظبوط. طيب بعد ما توصل كاس العالم انت بس انك توصل كاس العالم الظروف اللي كانت محيطه بيك كلها كبلد كحتى الكلام المتردد انت وصلت اوصل كاس العالم مش مشكله. مزبوط. اللي يحصل احنا طبعا كلام كل امان، احنا كلاعبين وجهاز فني كان هدفنا ان احنا نروح كاس العالم وعايزين نعمل حاجه. انا ساعات كنت بسمع كلام اللعيبه كنت بخاف من قمه الثقه اللي عندهم. مع دور الثمانيه كنا بنتكلم على دور الثمانيه. مظبوط. وطبعا احنا للاسف حصل طبعا كميه ظروف، يعني لو حصلت لاي فرقه من اصابه طبعا صلاح، من مشاكل قبل البطوله، السبونسر، الطياره، صلاح هيجي صلاح مش هيمشي. مزبوط. صلاح كل الحاجات دي كانت خبطه ورا الثانيه. خليني احكي للناس قصه سبونسر الطياره، لان انا كنت في الوقت ده عايش الاحداث. يعني انه صلاح كان متعاقد مع سبونسر، واتحاد الكوره كان متعاقد مع سبونسر، فالسبونسر بتاع صلاح غير السبونسر كانت شركات اتصالات كلها يعني. فحطوا صوره صلاح بالاعلام بتاع المنتخب على الطياره، وده عمل له مشكله كبيره جدا مع الشركه الثانيه، وكانت ازمه كبيره جدا واعلى المستويات اتدخلت فيها، وبعدين اتمسحت الصوره من على الطياره بس تركت اثار. انا حكيت صح؟ صح مليون في المية صح. هي بس الفكرة انك تشيل صلاح من لوحده وحطه جنب اللعيبة، الموضوع انتهى. هي الفكرة ان هو انت عاملين صورة لوحده. عاملين صورة لوحده. هي دي اللي كانت الميس اندرستاندنج يعني بين الطرفين. لكن هي المفروض حقوق المنتخب معروفة، وحتى احنا الكلام ده اتشرح، حاولنا نشرحه لصلاح ان احنا نحاول نلم الامور وكده. لكن هي ان هو طلعه صلاح كان متضايق ساعتها. طبعا كان متضايق. قال لك انك في الاخر السبونسر بتاع اتحاد الكورة بيبقى خمس لعيبه بلس بلس 5، يعني تحط خمس لعيبه مع مدرب خلاص ما تقدرش. حطيت زبادي بقى، حطيت اعلان. مزبوط. اي حاجه. فطبعا هي دي اثرت، لكن ما اثرت مش هو ده التاثير صلاح ما ولا كان يفرق معاه. يعني طبعا اثرت في العلاقه، كان في شرخ طبعا ما حدش يقدر ينكره. لكن الاصابه طبعا بتاعت محمد صلاح هي كانت دي طبعا اثرت بنسبه كبيره جدا 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 جدا. وسوء الحظ طبعا انك يجي فيك جول في الدقيقه 92 قصاد اوروغواي. الشوط الاول في روسيا انت لاعب كويس جدا، وبعد كده يدخل كره تخبط في فتحي وتدخل بشكل انت تنهار بقى مع الضغط الجماهيري مع اول مره كده. الفكره كمان الثانيه ان احنا من سنه تقريبا 2013 ما كناش خرجنا بره مصر. احنا اخر مباراه كان لعبناها كانت قصاد البرازيل مع برادلي. مزبوط. في قطر ما خرجناش بره. احنا صلاح اللي احنا فرحانين بيه والنني واللعيبه بتاعتنا ما ركبوش طياره رايحين بطوله افريقيا. نعم. يعني من سنه 2010 11 12 13 14 15 16 17 دي كانت اول بطوله لمحمد صلاح والنني. نعم. في بطوله احنا كنا بعيد جدا بعيد جدا جدا. اول بطوله اول مباراه بطولات افريقيه متتاليه ثلاث بطولات افريقيه. نعم. بعاد جدا انت. 2018 مارس 2018 لعب اول مباراه وديه دوليه قصاد البرتغال. يعني حضرتك عارف 2-1 فايزين 1-0 ورونالدو جاب جونين في الدقيقه 92. سوء حظ برضو لحد الدقيقه 92 بالظبط. مظبوط. سوء حظ برضو بشكل كبير جدا. نسال ممكن يكون في اخطاء مننا. طبعا في اخطاء. نعم. مننا كجهاز فني، في اخطاء من الاداريين طبعا، في اخطاء من الاداريين، في اخطاء من اللاعبين طبعا، في اخطاء من اللاعبين. هي في الاخر بتبقى عناصر بتكمل الصوره. مزبوط. اللي طلعت في الاخر للجماهير. نرجع بقى للماتشات. احنا للاسف كانت قعدنا في مدينه الشيشان. ايوه في جمهوريه الشيشان. جمهوريه الشيشان. نعم. حضرتك عارف ان نعم. هو ظرف سياسي بحت. نعم. جدا بين روسيا عايزه تنظم، عايزه تودي الشيشان تشارك بسبب الاعمال اللي كانت موجوده قبل كده. فقال لك في بلدين مسلمين عربيين، مين ممكن يروح؟ السعوديه ومصر. كانت السعوديه خلاص اتعقدت حجزت الاوتيل بتاعها خلاص في سانت بطرسبرج. نعم. من زمان. فهي مصر تروح للشيشان طبعا. برضو يعني حاجات تدخل ناس اتدخلت وتروح في سياسه موضوع كبير. نعم. يعني فالمهم خدنا الشيشان تمام كل حاجه. فشهر رمضان كله انت مقضي فتره الاعداد بتاعتك، وكان يتناسب مع شهر رمضان الوجود في الشيشان، كان يتناسب تماما مع ظروف الصيام وشهر رمضان. بس احترافيا انت خلاص انت الدنيا بتاعتك عندك باظت. ليه؟ احترافيا ليه؟ رغم ان الدكتور محمد ابو العيلة والدكتور حسام الابراشي والجهاز الطبي عمل شغل خرافي ان هو يعدل اليوم تاني بتاعنا. احنا كنا بنفطر الساعه 8 تبدا تمرينك على الساعه 10 ونص 11 ترجع الاوتيل الساعه تقريبا 2 3 ونص سحور. صلي الفجر تدعي شويه دخلنا على 5 6. ايوه. ليله الوقفه
كان تاني يوم اول يوم اول يوم العيد كان مباراه اورجواي لعيبه ما نامتش. ما هو انت ساعتك البيولوجيه وانت بقالك اسبوعين كاملين انت بتحاول انك انت رحت معسكر بدري هناك. طبعا حاولنا ان احنا نروح بدري شويه عشان نقدر نظبط بس كان يعني الموضوع كان صعب فعلا. كان صعب جدا انك انت عملت اديت مباراه كويسه جدا قصاد اورجواي من غير محمد صلاح وبعد كده رحت مباراه روسيا والناس كان رد فعلها كويس على فكره بعد ماتش اورجواي وكلنا اشدنا يعني جدا طبعا. نعم. مش هو ده طبعا مش هو ده السبب يعني بعضا من لكن الاسباب لكن بعض من الاسباب انك انت الانهيارك المفاجئ في مباراه روسيا في الشوط الثاني انت انهيار بدني انهيار انك انت رغم ان احنا رحنا ضيعنا فرص والحكام حسب لنا ضربه جزاء كان ممكن يبقى الشكل احسن بكتير تطلع احسن بكتير لكن تروح مباراه السعوديه نفس المشكلة انك انت يتحسب عليك ضربتين جزاء يعني لو واحدة تتحسب التانية ما تتحسبش والحضري يصدها تبقى فاز لحد الدقيقة تقريبا متعادل لحد الدقيقة تقريبا 90 مزبوط. يدخل فيك جول في الدقيقة 96 والماتش يخلص فممكن احنا نكون غلطنا طبعا في حاجات مستر كوبر نفسه اعترف بعد المباراة ايه قال ايه اهم الاخطاء اللي اعترف بيها والله انا مثلا كان من وجهات نظري ان احنا في اخر مباراة اخر مباراة السعودية ادي الناس كتير بقى تدي خلاص تخلي الناس تشارك الناس ممكن يبقى عندها دوافع اكتر احمد فتحي كان نفسيا كان تعبان جدا من اول البطولة لحد اخر السوشيال ميديا بتنقد احمد فتحي تنقد عبد الله السعيد عشان طبعا فاكر قصه راح حساب الاهلي وراح وبعد كده راح فنلندا وبعد كده راح موضوع طبعا كان يعني كان ظروف كلها سيئه كهرباء مش عارف مع سعد سمير حصل مشكله مش عارف ايه كلها كانت سوشيال ميديا انا كان وجهه نظري انك انت تبدا تعمل تغيير كابتن اسامه نبيه نفس الكلام كان اتكلم مستر كوبا احنا نحاول نعمل تغييرات لكن الراجل خاف من الدروب اللي ممكن يحصل في مباراه السعوديه وتبقى نتيجه كبيره او تخسر بشكل كبير لكن انا كان وجهه نظرنا مثلا لا انك انت خلاص تدي اللعيبه ادي الكهرباء ادي لاحمد المحمدي ادي لايمن اشرف ادي الناس كلها تلعب وتشارك وعندها دوافع جديده وكده بعد كاس العالم وصلنا نهائي افريقيا وخسرين برضو كنا كسبانين الكاميرون لحد الدقايق الاخيره وبعدين هدفين مبختين في النهايه او قبل النهايه وكانت فرصه العمر ان الكاميرون كان بينقصها 6-7 لاعبين اساسيين وكانت مفاجاه انها تصل الى النهائي لكنه الناس تقبلت عشان كاس عالم وتاهلنا بعدها لكاس العالم وصول كاس عالم وانت تقول الناس كان حلمها الوصول لكاس العالم هل بعد كاس العالم كان عندكم يقين ان انتم مكملين ولا حسيت انه لا الامر بقى صعب بصراحه وقبل كاس العالم كان في كلام مع مستر كوبر ان احنا نجدد التعاقد مع الباشمهندس هاني او الباشمهندس خالد عبد العزيز لكن الراجل هو قال ممكن تكون السايكل وقفت لحد هنا انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل في كاس العالم وبعد كده نقدر نقرر لان هو حس ان احنا خلال الثلاث سنين ونص هو طلع اقصى حاجه من اللعيبه قال يا ترى هم هيتقبلوا الافكار بتاعتنا بعد كده هتقبلوا التغييرات اللي انا لازم هعمل تغييرات لازم هعمل حاجات هيشيل هيجدد الفرق طبعا لازم هيكل لازم يعمل تغييرات كتير جدا يا ترى الناس هتتقبل نفس الفكر والناس بتنقد بشكل كبير جدا طول فتره احنا بنكسب النقد موجود طبعا هي جزء من طبعا من اللعبه وكل حاجه لكن قال يا ترى الجماهير هتستحمل نفس الطريقه بتاعتنا حتى لو عملت التغييرات فلك انا افضل نلعب كاس عالم وبعد كده ناخد القرار ان احنا نكمل او لا بس القرار كان من الاتحاد ما كانش منكم ما هو العادي كان خلص كان العادي خلص العادي هو لم تكن لديه الرغبه في الاستمرار كوبر هو كان شاكك يعني هو طبعا بيحب اللعيبه جدا علاقته باللعيبه كويسه جدا وكان بالمسؤولين وبالجمهور المصري ومن احسن هو دايما بيكرر لي يقول لي احسن الدول اللي انا اشتغلت فيها مصر والله اساله يقول لك يقول فرقتين انا احبهم منتخب مصر وريال مايوركا الفرق بتاعتي دي بتاعت حاسس ان هم دول اولادي دول انا حاسس ان انا انت علي جبر طلع معانا راح الشامبيونز ليج راح سوري الدوري الانجليزي احمد حجازي راح الدوري الانجليزي محمد صلاح من بنج بتاع تشيلسي لفرونتينا لروما احنا شايفينه قصادنا بيكبر حجازي علي جبر قدرنا ان احنا نكون نواه المنتخب الحمد لله لحد دلوقتي هو اعتقد المدربين بيتغيروا ولسه مستمرين النواه اللي احنا الحمد لله حطيناها هل ضمته حد على سبيل المجامله في هذا المنتخب في هذا المونديال بص انا هقول لحضرتك حاجه يعني مش مجامله خالص هي في اي شغل جهاز فني او مدير فني ما تبقاش اسمها مجامله اسمها لو عندك اتنين لعيبه هما الاتنين في نفس مثلا هداف الدوري المصري وانت شايف ان هو مش قادر يقدم لك اللي انت عايزه بالظبط ولعيب تاني هداف لكن مش زي هداف الدوري المصري والاتنين بالنسبه لك سواء الاتنين مش هيلعبوا الاتنين
في واحد ثالث وفي واحد رابع هو اللي هيلعب. نعم. فانت بالتالي انت ممكن تاخد ده باكثر سياسه انك تاخد الهداف الدوري المصري، ان في ناس كلها بتطالب هداف الدوري المصري. صحيح. بيبقى في يعني الليسته مثلا 23 ممكن لاعبين اثنين يكون هم في، او مثلا لعيب مستقبل يهديك في المستقبل، اللعيب انت عايز تشوفه يبقى الاولويه ليه. مين اللعيب اللي شايف انه اتظلم في عصركم؟ اصل كلمه ظلم دي كانت كبيره قوي. لا يعني انت حاسس ده كان ممكن يبقى موجود في المنتخب؟ مش اتظلم ان انتوا ظلمتوه، يعني انه كان ممكن يبقى له مكان بس كان في حد احسن منه، يعني مثلا احمد شوبير بس الحضري احسن منه، او الحضري بس الشناوي احسن منه، هكذا يعني. في ناس هي ظلم يعني، مصطفى فتحي ظلم نفسه، صالح جمعه ظلم نفسه. كان نفسي يكون موجود مؤمن زكريا مثلا، لكن للاسف طبعا مكانه كان في لعيبه تانية كان مستر كوبر بيفضلهم، وليد سليمان كان مستر كوبر يعني كنا بنفكر ان احنا ناخده في اخر فترات. وليد سليمان في لعيبك يعني. حسام غالي اتظلم ولا مشكله بلا معنى اللي حصلت؟ لانه انا سمعت من الاطراف كلها، كل ما قابل حسام غالي لحد دلوقتي ما زال مصمم على رايه. وانا الحقيقه قعدت مع الكابتن اسامه نبيه وقعدت مع الكابتن احمد ناجي واقسموا لي بايمانات الله انه الازمه اللي كانت ما بين الكابتن اسامه والكابتن حسام غالي اصلا كانت بدون لازمه، وانه كان في سوء فهم عند حسام غالي. مشكله طبعا الاول انت تحكي مشكله بلا معنى يعني، هي بلا معنى. بلا معنى طبعا. هو كابتن حسام غالي قائد ومستر كوبر بيحبه جدا جدا جدا، يقول لي انا ببص العين حسام غالي في بريق في عينه مختلف عن اي حد. يا سلام. بتكلم بجد والله، انا بتكلم بجد والله لازم بتكلم بجد. قال ده لعيب نوعيه مختلفه جدا كقائد ككل حاجه، لكن للاسف بعض الافراد وصلوا الكابتن حسام غالي بعض الكلام اللي هو سمعه وصدقوا وراح كلم مستر كوبر فيه، لان هو راح كلم مستر كوبر. مستر كوبر مش من النوع اللي هو بيهرب، هو بيواجه. قال له قول لي مين، قول لي مين كابتن اسامه غلط فيه او كابتن محمود غلط فيه او كابتن ناجي غلط فيه، واحنا انا بنفسي اروح، ما هم ده الصف بتاعي. حلو. انا بنفسي اروح اعتزل. فانت لا بلاش دلوقتي، لا ما انت تقول لي. مستر كوبر بيعمل النضاره كده ويقول له لا انت تقول لي مين وانا بنفسي اروح اعتزل له. حجازي مثلا، حجازي كان في الاهلي، حجازي غلطنا فيه نحن، لا لا مش عايز اقول اسماء، انا لازم احمي لعيبتي. فقالوا لا انا اللي احمي لعيبتي. حسام كان كابتن منتخب في الوقت ده؟ كان كابتن منتخب طبعا. طبعا طبعا كابتن منتخب، وهو كان بيتكلم بنيه طيبه جدا. انا متاكد من، لكن ممكن الطريقه كانت عنيفه شويه. كانت عنيفه شويه يعني في وقت اكله ومع كابتن اسامه كان قاعد، وكانت ممكن الطريقه كانت عنيفه شويه. مستر كوبر مش من نوعيه ان يذبح اللعيب. هو معه كهربا استبعده معسكر واثنين وثلاثه ولعب كاس عالم. رمضان صبح استبعده معسكر، ومعسكر اللي بعديه رجع. بس الـ 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 الحاجات اللي حصلت بعد كده هي اللي بعدت خلاص المسافه. هو مستر كوبر نفسه وصل له بقى كلام ان هو كابتن حسام نفسه مش مقتنع قوي بطريقه لعب مستر كوبر، واحنا منتخب مصر المفروض نضغط اكتر، المفروض نعمل اكتر. فمستر كوبر شايف حاجه تانية. مستر كوبر شايف نوعيه لاعبين او مدافعين بشكل مختلف. شايف ان اللاعبين ماشيين بلاين، وكابتن حسام عايز يغير. مش هقول لك طبعا هو عمره ما خان ولا عمره ان هو طبعا حسام محترم جدا طبعا. فمستر كوبر حس ان في الامور بعيده شويه عن كابتن حسام غالي في الوقت ده، لكن الباب كان مفتوح ليه، وخاصه ان هو كابتن حسام طلع قال تصريحات قويه. نعم. يعني يا تطلع تقول مين اللي تم الاساءه ليه، اللي هو المفروض ان الكابتن اسامه نبيه اساء له. المفروض من المفترض يعني. نعم. يا الا حتى اعتقد ساعتها كان كابتن سيد عبد الحفيظ تقريبا عمل تحقيق، فتح تحقيق في الموضوع، وكابتن استاذ المهندس محمود طاهر فتحوا تحقيق، جابوا لعيبه الاهلي قالوا لهم يا جماعه انت حد فيهم زعلك من المنتخب بيعاملوك ازاي؟ وما حضرش حسام القعده ساعتها. طبعا لا ما حضرش. حسام راح الاهلي مدينه نصر، وما كانوا قاعدين في اهل الجزيره ساعتها. حصل الموقف، حصل ميس اندرسان جيجا طبعا، مهندس هنا بوريده، وجي كابتن اسامه نبيه. كابتن نبي اصر ان يجي، قال لك لازم نجي. مظبوط. اصر ان يجي، قال لك احنا قاعدين احنا السته قاعدين مع بعض، كنا عاملين زي الظل ماشيين. فهو مستر كوبر بيقول فين الاساءه، في انهي حته بالظبط تم الإساءة. عايز يعرف. عايز يعرف طبعا. قالك لو حد من عندي أسأل. لكن بتقول ان كوبر كان من المعجبين بحسام غالي جدا. هو مين ما يعجبش بحسام غالي؟ حسام غالي شخصيه جميله بجد. شخصيه جميله جدا 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 جدا. انت شخص تحبه جدا. ممكن ليه بعض الشطحات هو لعيب كنت تقول يعني مثلا طريقه توتنهام مثلا، يا حسام بتعمل ايه يا حسام، حرام انت هتضيع مستقبلك في في البريمير ليج. بس لكن اعتقد هو دلوقتي اعتقد اختلف كتير طبعا. صحيح. عايز اروح لفاصل، عايز اتكلم على محمود فايز المدرب، لكن بعد الفاصل. قبل ما نروح لفاصل بس، النادي الاسماعيلي بعد اعلن عن هيلدر اسمه ايه بقى كمدير فني، شالوا الاعلان من على الصفحه الرسميه النادي الاسماعيلي.
يعني اعلان بينزل الساعة 1 الصبح وبيتشال الساعة 2 صباحا. هيرطونا والله يا درويش. فصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد الترحيب بضيفي العزيز الكابتن محمود فايز المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني. عايز اتكلم بقى على محمود فايز المدرب، يعني ناس كتيره جدا ما تعرفش انت اشتغلت مع مدربين كتير جدا ولفيت في حتت كتيره جدا، واللغات اللي انت بتوجدها، وليه لحد دلوقتي ما شفتش محمود فايز مديرا فنيا لفريق؟ قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله. بفكر فعلا. انت معاك رخصه الفيفا ومعاك كل حاجه. طبعا نعم. برو الحمد لله. هي اعتبر من اعلى حاجه. احنا اثنين او ثلاثه في مصر اعتقد والله اللي معاهم الرخصه برو يعني. كويس. للاسف هي برضو للاسف احنا نرجع نقول للاسف الامارات وقطر والسعوديه سابونا بكتير 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 يعني. وهي مشكله للمدرب المصري في المستقبل، هتبقى مشكله كارثيه. ده صحيح كارثيه، بمعنى حتى للناشئين الكبار حتى ما عندناش سي وبي واي والحاجات دي لسه مش موجوده. حصل على اللايسنس برو، الرخصه برو من امريكا الجنوبيه ومعادلاتها لاسيا واوروبا. الناس واخده فكره ان انا يقول لك مترجم كوبر، هو عشان انا كنت بطلع طبعا لمستر كوبر دايما بترجم له، وانا زي اللي حصل النهارده كده في لازقت فيك شويه. لازم ابقى مترجم كوبر، انا بطلع في المؤتمر الصحفي بتكلم بالاسباني وكده، وده احسن طبعا انك انت مدرب يكون اسهل طبعا انك توصل افكار المدرب. لا لما يكون عندك خبره وكرويه وفي المجال الفني بتفرق كتير، زي ما كنت هتكلم على النهارده المؤتمر بتاع الاهلي يعني. طبعا نعم. انا ما كنتش لعيب كوره مشهور، ما لعبتش كوره بشكل احترافي. فانا علشان اوصل للمدربين دول وصلت بحاجتين، بتحليل الاداء اللي ما كانش موجود ساعتها من حوالي 10-11 سنه، ما كانش موجود حاجه اسمها تحليل اداء في العالم تقريبا غير انديه قليله جدا. نعم. الحمد لله من اوائل الناس اللي خدت اللايسنس ودرست تحليل الاداء بشكل علمي فني وبدني. واللغه انا مدرب زي مطرانة ليه يوافق عليا ان انا اشتغل مطرانة. مع مطرانة ده ده حاجه عظيمه مع فالديراما وهيجيتا، عمل جيل عالمي كولومبيا. في كولومبيا وكانت 2 كاس عالم والكوبا ليبرتادوريس وامريكا، كسب كل حاجه. ليه يوافق عليا ان انا ادخل معاه في جهازه الفني؟ هو كان مرشح لمنتخب مصر سنه 2010 تقريبا، 2011 مع كابتن سمير زاهر الله يرحمه يعني. كان قبل برادلي مزبوط. كان صديق لي محمد عبد الحافظ رشحني ليه، قال لي تعالى. انا جبت قلت له انا معايا لايسنس كذا وبعمل كذا، انا جايب الستاف بتاعي الكولومبي اللي الستاف بتاعي اللي انا اعرفهم يعني. نعم. فلاني بتكلم اسباني كويس ولاني مدرب، فقال لي طب خلاص اوكي تعالى معايا هاتك في الستاف بس الثالث الرابع. المهم بدات واحده افرجوا على الشغل بتاعي لسنه 2011 في النصر السعودي. بدات اتفرجوا على الشغل بتاعي، كان ايام بقى 90 دقيقه تقعد تتفرج على 90 دقيقه والكلام ده، فقلت له لا احنا ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا. فالحمد لله خطوه واحده ابتدى ياخدني معاه في الاستاف بتاعه ان انا ابقى واحد يعني، وبتكلم الاسباني اللغه بتاعته وبشرح اللعيبه بشكل طبعا سلس الخطط بتاعته وطريقه اللعب والتكتيك والكلام ده. طيب فدي الحاجه كنا بنتكلم عنها في المؤتمر. نعم. كنا لسه بنتكلم عليها انك انت محتاج حد يكون ملم طبعا. طبعا يعني هو راجل جميل، سمعت ان هو راجل جاي متطوع. جدا. هو جاي لمهمه يومين يا عيني. فعيني الناس، انا شفت الناس يا عيني. هو ترجم بلغه رجل الاعمال طبعًا. مش رجل الكوره يعني. طبعا فهمنا طبعا. فطبعا محتاج النادي الاهلي محتاج حد يكون ملم باللغه الالمانيه، السويسريه كمان، انتوا سويسرا بتتكلموا الماني بعيد كتير يعني. ف طيب ما ترانكت البدايه، مطرانة كانت البداية، ثم كالديرون في منتخب البحرين. نعم. ولعبنا كاس خليج وخدنا ثالث يعني، عملنا الحمد لله ماتشات كويسة جدا. وبعد كده جت فترة العين مع فوساتي، مدرب اسمه فوساتي، مدرب هايل طبعا. كان في منتخب قطر، وكان فوساتي ده حاجة فساتي عظيمة يعني. هو كان حارس مرمى برضه والله. مدرب السد هو والسد طبعا. اعتقد انه اورجواني طبعا. مدرب هايل ممتاز طبعا، خبره كبيره جدا. انا بسميه النمر يعني دايما. النمر فعلا هو. طبعا. وبعديها مع في بعض مطرونه في مدرب اورجواني برضو، سواء كسبنا معاه الدوري في النصر السعودي. كارينيو. وبعد كده كارينيو طبعا اسمه معروف جدا طبعا، واشتغل برضو في المنتخب القطري واشتغل شويه كتير في السعوديه. وبعد كالدرون اشتغلت، بعد كالدرون رحت فوساتي في العين. وبعد كده فوساتي مشي، جبنا كيكي سانشيز فلوريس هو المدرب الاسباني، اشتغلت معاه برضو. وبعد كده مشي، جه زلاتكو مدرب اللي هو الكرواتي اللي هو خد مع كرواتيا المركز الثاني في كاس العالم، بس اشتغلت معاه فتره قليله قوي. ان جاي لي بعديها العرض بتاع منتخب مصر، فطبعا يعني كان
ان انا اروح منتخب مصر طبعا مع مستر هيكتور كوبر. وخلال طبعا الفتره دي كلها كنت على طول باخد بدايتك في مصر ايه؟ يعني ناس كتير ما تعرفش بدايتك في مصر. انا كنت بلعب زمان وانا عندي 11 سنه في الاهلي كره قدم. والله بدايتي في الاهلي كره قدم. بدايتي كانت العاب قوه. العاب قوه. العاب قوه. كان كابتن موسى كان في النادي الاهلي باسكت. شافني طويل وفصل ولاد وعندي فتنس كويس وكده. فقال لي ما تيجي تلعب معايا باسكت. رحت لعبت مع باسكت. ما عجبتنيش قوي ساعتها. وكان اللعيبه كتير وكان الجرحي وكان اللعيبه طبعا نجوم يعني. وانا في وسطهم ما كنتش طبعا. قلت لا اروح العب كوره ارجع للي انا عايز. لعبت طبعا رحت النادي الاهلي برضو لعبت كوره اشبال بس طبعا كان اعداد كبيره جدا وكنت يعني دخلت في وسطهم وبتاع. والدتي قالت لا لا لا, لا. انت هتروح لي كل اربع ايام خمس ايام وتمرين وما فيش الصبح وبعد الظهر وقصه كبيره يعني. فقلت لا انت تبطل الكوره يعني. بس فسيبت الكوره بقى. ايه اللي وداك مجال التدريب؟ ما انا كنت بحب الكوره جدا طبعا. بس مجرد حب الكوره طبعا بشكل. وان انا تزوجت من زوجتي كولومبيا من كولومبيا فسافرنا كولومبيا. وكنت بشوف مطرانه وهجيتا كده من بعيد في النادي اسمه اتلتيكو ناسيونال الاهلي تقريبا. انا لعبت ضد هجيتا ماتش واحد واحد هنا. ولعبت انا ضد انا لعبت ضد الكولر ماتش 2-1 سويسرا سويسرا ومصر هنا كسبونا هم 2-1 2-1 تقريبا. صح. ومنتخب كولومبيا ومصر قبل كاس العالم تقريبا 1-1 جونين تسلل جونا فيهم تسلل وجونهم فينا تسلل. نعم. فلما كنت موجود في كولومبيا طبعا كانت فرصه كويسه ان انا اكون قريب من المدربين. بنيت نفسك بنفسك. طبعا. طيب هو السؤال يعني ماتورانا وكالديرون وكوبر وكيكي اسماء كتيره جدا يعني. اين بقى محمود فايز؟ يعني الناس كلها بتاخدها درجات زي مثلا كتير مثلا يعني اسماء كتيره جدا. مورينيو مثلا ما هو برضه علم نفسه بنفسه وغيرهم يعني. فين بقى محمود فايز؟ يعني اكيد عندك طموحات تبقى مدير فني وتبقى مدرب والانديه المصريه بتدور على دلوقتي. سمعت ان الكابتن حسام حسن هو اللي هيروح الاسماعيلي في كلام كده يعني اعلنوا مدرب. فالسوشيال ميديا هاجت على مجلس اداره راحوا لاغينه ساعتها. طريقة إدارة عجيبة جدا بتحصل في مصر. مفيش تعاقد يعني. مفيش اصلا يعني. ففين محمود فايز بقى من التدريب في الأندية مثلا المصرية؟ طبعا من كل مدرب من دول انا معايا الجزء اللي عجبني. مثلا من مطران خدت حاجة من أكيد. كوبر خدت حاجة من فوسات. انا عامل المنيو بتاعي عامل الكتاب بتاعي ان شاء الله اللي هو في يومي. انا برضو سن صغير شوية الناس فاكرين ان انا سن كبير عشان اشتغلت كتير عشان اشتغلت من صغرك. كتير من وانا صغير فالناس فاكرين اني سن كبير. فانا عامل الكتاب بتاعي ومجهز الجهاز الفني بتاعي جاهز مدرب اللياقة جاهز ومساعدين جاهزين وكل حاجة لأقرب فرصة ان شاء الله. جات لي كذا حاجة يعني. جات لي حتى منتخبات افريقية لوحدي. لوحدك؟ لوحدي. يعني مثلا منتخب غينيا الاستوائية اخر بطولة افريقيا دي عمل نتائج كويسه جدا 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 جدا. لكن طبعا كنت مرتبط مع كونغو مع منتخب الامارات ساعتها. ساعتها في منتخب الامارات مع خورخي لويس بينتو مدرب كولومبي. فطبعا ما قدرتش كنا في وسط التصفيات فما قدرتش ان انا اسيبه كده. فطبعا هم تعاقدوا مع مدرب تاني. ففي فرص بتيجي للواحد لكن انا مستني الفرصه الانسب عشان ابتدي صح يعني. هذه الفكره بتاعتي. هذه النجاحات الكبيره اللي حققتوها الجهاز بتاع كوبر حضرتك مع كبير بتاعكم كان كوبر كابتن احمد ناجي كابتن اسامه نبيه. فكرني لو انا ناسي حد بس لان انا بتكلم من الذاكره. فانت المساعد كل الناس لطاف جدا يعني. انا ما كنتش بس مقتنع بسلجادو مع كل احترامي يعني. بس سلجادو ما كانش معانا. كان مع اجيري. كان مع اجيري. متأسف. مستر كوبر من الحاجات دي ما بيهزرش فيها. متأسف لكنه قابلتها اخفاقات عجيبه مع اوزبكستان والكونغو. ايه اللي حصل؟ هي ما كانتش اخفاقات قوي. في اوزبكستان مثلا انت لاعب بطوله اسيا انت خارج في دور الثمانية من منتخب استراليا اللي هو البطل ماشي. بضربات الجزاء ماشي. فاعتقد ما كانتش يعني نسميها اخفاقات. بس الكونغو اخفاقات. الكونغو طبعا هي الظروف صعبه شويه في افريقيا. وانت خدت الفريق متاخر قوي يعني. احنا واخدين الفريق قبل بدايه التصفيات حوالي بشهر ونص. واللعيبه مش موجوده معاك. وما فيش منتخب تقف عليه. انت بدات تكلم اللعيبه تحاول تقنعها انها تيجي تنضم ليك. فاحنا كنا بنعمل طبعا مجهود خرافي انك انت عندك لعيبه منتخب الكونغو ده لو اللعيبه اقتنعت وجت انت تاخد كاس العالم. كاس العالم. تكسب كاس العالم. انت اللعيبه عندهم لعيبه في كل حته في العالم في فرنسا في بلجيكا في الدوري الانجليزي. لكن هتقنعهم ازاي؟ ويا ترى اللي انت اقنعته هيجي يديك ال 100%؟ نيجي بقى نتكلم على اللعيب المصري. اللي بيديك ال 100% ممكن كواليتي. اللعيب المصري بيديك ال 100% حتى لو الكواليتي بتاعته اقل بس بيديك ال 100% بيديك ال 200%. يا سلام. وهو متعور يديك ال 200%. نعم. اللعيب الافريقي لا مختلف طبعا. ما فيش انتمائه للبلد
طبعا لا مش زي خالص مش زي خالص اللعيب المصري. فانت وصلت طبعا بشبه معجزه انك توصل للمباراه النهائيه، وقعت للاسف مع المغرب. يعني انا كنت خايف من منتخبين السنغال والمغرب. ما كنتش خايف من مصر؟ لا، ما مصر كانت مجموعه ثانيه، مصر ناحيتي. فاحنا انا كنت خايف من السنغال ومصر، فلسه السنغال والمغرب. السنغال السنغال والمغرب سوري. السنغال مع مصر واحنا وقعنا للاسف مع الكونغو، وقعت مع المغرب. فانك انت هو بالنسبه لهم كان ده انجاز انك انت توصل للمباراه النهائيه. توصل للمباراه النهائيه النتيجه الثقيله كانت هناك 4 كانت شديده شويه. ما هو انت خلاص انت بقى مطالب انك تكسب. للاسف اتعادلت في ارضك 1-1 مع كميه فرص اللي هي الناس ما كانتش عاجباها، ال 1-0 بتاعت مصر والسنغال. حتى ساعتها تويتيه كده يا جماعه بدلوا يا جماعه، 1-0 ده كويس جدا. ضيعنا كميه فرص ان الماتش يخلص ممكن 4-0 مثلا. حاجه كده يعني. فتروح هناك انت مضطر لازم تلعب. وفلسفه المنتخب وكتر الكلام مع مستر كوبر، واحنا نقول له لا لازم. فارجع اقول يا ريتنا كنا دافعنا، يا ريتنا ماتش المغرب ده يا ريتنا كنا دافعنا اللي هناك، اللي يا ريتك كنت دافعت تقفل الماتش وتخطف جون في اي لحظه. لكن فلسفه اللعيب الكونغولي واللي جاي من فرنسا واللي جاي من بريمير ليج، لا احنا نهاجم برضو، احنا لازم نعمل كذا مش عارف تسيطر. وفرق اللغه الكبير والمترجم اللي معاك مش هو، واللعيب يبص لك كده، اللعيب اللي يقعد على البنجي مش عاجبه، واللعيب اللي جاي من بره مش عاجبه. طبعا ما كل واحد نجم جاي، انا اللي العب انا. كابتن محمود، هل تم التواصل مع كوبر يعني فتره البحث عن مدرب؟ رجع اسم كوبر تردد من جديد، هل الكلام ده حصل؟ ودايما لو بيحصل بيبقى عن طريقك انت يعني. بعد فتره كابتن حسام البدري كان اول اوبشن تقريبا كان مستر كوبر. طبعا بس طبعا مستر كوبر قال انا مع منتخب الكونغو. كان ساعتها ماسك الكونغو. كان ساعتها ماسكين الكونغو. حتى الفتره الاخيره دي برضو كان في يعني ايه شد وجذب، بس مش زي اللي بعد. لا مش زي. لا كان في برضو ايه في شويه شكوك. كابتن حازم كان عايز يجيب وجه جديد. لكن بعد حسام البدري كلموك قالوا لك عايزينكم. عايزين يعني بنسبه كبيره لو مستعدين ان احنا تكونوا موجودين، سيبوا منتخب الكونغو يعني. فطبعا كان صعب جدا. الراجل بيحترم عقوده وبيحترم الشعب. لا صعب ان الشعب في شعب في ناس مستنياك. هو الراجل يعني احسن حاجه فيه احترامه العقود واحترامه التزامه للناس الموجوده. يعني ده جالنا فرص كتير جدا بعد الكونغو، مباراه الكونغو دي انت جالك منتخب نيجيريا، جالك غانا، جالك حاجات كتير جدا. هل هناك انديه مصريه اتكلمت عشان كوبر؟ كتير طبعا. كتير. على طول والله. على طول. حصل من الاهلي، حصل من الزمالك، ولا ما حصلش؟ الزمالك حصل. رسمي الزمالك حصل. بيراميدز حصل. المصري حصل. الاهلي برضو بعض الاصدقاء، لكن مش رسمي. لا مش رسمي يعني. لكن زمالك بيراميدز مصري ده كان حصل. صار رسمي. هو رافض فكره انه يدرب انديه. ما هو كان دايما معظم الوقت انت مرتبط بنادي او سوري مرتبط بمنتخب الكونغو. اخر فترات دي كانت منتخب الكونغو. فبالتالي فمش بيبقى رفض، بيبقى شكرا جدا يا جماعه، لكن انا مرتبط بالفتره الاخيره بتاعت المصري دي. مستعد ان هو يرجع تاني، لكن قالك افضل استنى بعد كاس العالم، ممكن يبقى فيه منتخب كويس، منتخب قوي، ونقدر ان احنا نحلم بعد كاس العالم ده. بعد كاس العالم ده قالك هو فاضل شهرين. نستنى ممكن بعد كاس العالم في منتخبات كتير تغير. لكن مازال عنده الشغف. طبعا عنده شغف كبير جدا. فيريرا النهارده عنده 76 سنه، والشغف بتاعه تشوف في الملعب تلاقيه. صحيح. الناس الاجانب عندهم الشغف لا ينتهي يعني. عنده شغف كبير جدا طبعا. ايه يعني اهم ما يميز كوبر من وجهه نظرك؟ الامانه، الاخلاص، المباشر. بيذاكر كويس؟ بيذاكر جدا. يقعد بيصحى 6 الصبح تلاقيه قاعد عمال يتفرج على ماتشات، يا ماشي على طول بالكشكول بتاعه، مسميه الايباد يعني. بيتريق علينا احنا الجيل الجديد ماسكين ايباد وبتاع، ماسك بكشكوله. اللعيبه حتى تقعد تقول لي هو بيعمل ايه كل ده؟ احنا شايفينه من الساعه 7 الصبح قاعد لحد الساعه 10 قاعد بس بيعمل، فهو بيذاكر طبعا. شايف اللي حصل مع كوبر هو اللي حصل مع كروش، انه مشي كروش بعد كان قريب من كاس العالم، كان قريب من فوز ببطوله الامم الافريقيه؟ شايف انه كان قرار خاطئ من خسرنا الاثنين والله بجد. خسرنا الاثنين طبعا. كوبر كان لازم يكمل، وقف لك المنتخب على رجله. ده صحيح. هتشوف بقى ايه طموح تاني، شكل تاني مختلف، لعيبه تانيه. مفيش الضغوطات اللي كانت عليك، عارف خلاص الاجواء كلها. مستر كروش طبعا برضه نفس الكلام، انت خلاص عارف ده في وقت صحيح جدا. صحيح. عمل يعني عمل كل حاجه لولا سوء الحظ كان زماننا في كاس العالم طبعا. باعتبارك محلل اداء شاطر يعني، لو حللت لي في كلمتين الدوري السنه اللي فاتت. ما هو لو الدوري للاسف ما فيهوش ظروف طبيعيه عشان نقدر نحلله بورقه وقلم. للاسف طبعا في فروق كبير جدا بين ظروف الفريق ده عن ظروف الفريق ده. في فريق بيسافر كتير وبيلعب في افريقيا، وفي فريق تاني بيسافر برضه كتير وبيلعب، وفي فرقه تانيه مريحه، فريق يقعد بالثلاث اسابيع. فانت
هحلله على انهي شكل؟ على مش قادر مش قادر يعني مثلا نعم. تلاقي مثلا فريق ما بيشاركش في بطوله افريقيا مريح 3 اسابيع، تلاقي مدرب اللقاء قاعد طب اعمل ايه؟ اودي حمل ازاي؟ اطلعه انزله؟ لا ده الاهلي جاي هيلعبك فنغير التاريخ، الزمالك جاي من بطوله افريقيا لازم ناجله، طب انا اعمل ايه؟ طب الحمل اللي انا اديته؟ فطبعا لا يعني بس كان بشكل عام كان الدوري قوي جدا طبعا. كان الدوري قوي جدا جدا بصراحه. معلوماتي انك انت كنت تعمل الفيديوهات التحفيزيه للمنتخب كانت تبقى هايله يعني طبعا. دي بتبقى دايما نابعه من واحد من قلب البلد طبعا. يعني كانت الفكره جات لك ازاي وبداتها ازاي؟ لانها كانت فيديوهات احنا كنا بنعرضها، كنا ساعتها نفسنا نقوم نلعب مع المنتخب ساعتها. انا عندي قصه شويه يعني مختلفه مع كاس العالم بالذات يعني. نعم. 2010 كان معايا في النادي النصر السعودي عنتر يحيى. نعم. اللي جاب فينا الجول بتاع الجزائر طلعنا بر. نعم. وجالي هو النصر السعودي. و 2014 كان معايا مين في العين الاماراتي؟ كان معايا عصام واجهان. كان لبينا جولين في السته في ماتش السته فبرضه ايه يعني. 2010 طلعني عنتر يحيى و 2014 عصام واجهان وهو الفريق دي كان معايا في الفريق. فلما جت فرصه منتخب مصر انا حلمنا نروح كاس العالم هو 2018. انا كحد مصري حضرتك سالتني ايه اكتر المحطات اللي في حياتك تميزا، ورغم انك كسبت بطولات تانية كتير لكن اكثر الحاجات تميزا طبعا منتخب مصر انها مرتبطه بشعب مرتبطه بام باب صحيح. بجيران باصحاب فطب هي كانت الحلم بتاعنا 2018. وانا كنت دارس حاجه كده في علم النفس علم النفس ازاي انك انت تربط هدفك بحاجه انت تشوفها كتير، حاجه انت تربطها بحد انت بتحبه. يعني مثلا لو حضرتك هتعدي المحيط ده عشان نعم. بنت حضرتك واقفه الناحيه الثانيه أيه. هتعدي المحيط انا هحارب عشان خاطر اعدي المحيط. فاحنا ازاي تربط ده الحلم ده بالناس اللي حواليك؟ فاحنا ربطنا حاولنا نربط الحلم بتاعنا هو 2018 كاس العالم باهلنا باسرتنا. كنت دايما بجيب نعم. حاجات من اسر اللعيبه، كلمات منهم الجماهير اللي في الشارع، العمال اللي بتشتغل فبدات هي اول مره كانت مقصود تاني مقصود مباراه تشاد وفتحت بقى عجبتها الفكره عجبت جدا اللعيبه حتى بقت تسالني المحاضره تخلص قبل ما نروح الماتش ها مستنينا فين عملت رد فعل كويس جدا الحمد لله. هي ده الهدف في الاخر يعني. الحوار معاك ممتع بس احنا بنخلص فهستاذنك نبدا بخمسة في خمسة. خمسة في خمسة هتجاوبني بسرعه جدا. أوكي. افضل خمس مدربين من وجهه نظر محمود فايز في تاريخ الكره المصريه. ممكن تقول ثلاثة، ممكن تقول أربعة، ممكن تقول اثنين زي ما أنت عايز. حسن شحاتة كوبر كيروش مدربين مصريين طبعا. كابتن جوهري طبعا. نعم. الجوهري يا نهار أبيض. نعم. ده أستاذنا كلنا. تمام. تكتفي بأربعة؟ في مصريين كتير بقى يعني. طيب. في مصريين ماشي. طبعا كتير بقى. أفضل خمس لعيبة في تاريخ الكرة المصرية. صلاح طبعا. صلاح. بدون مقارنة. حسن شحاتة الخطيب. كتير برضو. ابو تريكه مثلا. كتير وحسام حسن كتير ملهاش نهايه طبعا يعني. افضل خمس لعيبه انت تعاملت معهم في المنتخب. كلهم والله بجد يعني. صلاح النني حجازي علي جبر كل احمد فتحي عبد الشافي ده حاجه قصه لوحده. شيكابالا والله ظريف جدا انت لو قابل طيب جدا كتير. مروان محكو كتير كل لعيبه. افضل خمس منتخبات في العالم حاليا. الارجنتين البرازيل فرنسا بلجيكا بس كده. تمام. خمسه كده صح. افضل خمس مدربين اشتغلت معاهم. كوبر طبعا ماتورانا كلهم ناس عظيمه يعني. طيب اخدك في اقر واعترف باسرع ما يكون واستحمل تقل دمنا في اقر واعترف. اقر واعترف ان كان هناك تحامل من كوبر واسامه نبيه ضد بعض لاعبي النادي الاهلي وعلى راسهم حسام غالي. خالص يعني خالص. هم الغذاء بتاع هم اللي بيدونا الطاقه بيدونا كل حاجه. اقر واعترف بوجود خروج عن النص وعدم انضباط في معسكر المنتخب اثناء مونديال روسيا. لا من اللعيبه ما كانش فيه خروج عن النص لكن العوامل الخارجيه طبعا يعني عملت خروج عن النص. وبرده مش المسؤولين الاداريين هم المسؤولين. في ناس كانت بتيجي من بره لكن ما دخلوش. ما احنا حاولنا قد ما نقدر احنا نقفل لكن لا ما كان حاولنا نقفل المعسكر على قد ما نقدر. طبعا كان باشمهندس شهاب الهيطه او الشباب اللي معاه طاهر ولا رامي ولا صلاح ولا القر. اعترف ان الاستغناء عن كوبر كان غلطه الكره المصريه ومصر بتدفع ثمنها لحد دلوقتي. بنسبه كبيره. قرر اعترف ان الدافع بعصام الحضري في مباراه السعوديه كان بضغوطه توجيهات من هنا بوريت. لا خالص والله عمره في حياته. احمد ناجي قال لي كده. والله لا خالص. احنا معانا احنا احمد ناجي قال لي كده. ممكن مع كابتن ناجي انما كابتن ناجي يعني جالنا احنا موضوع يعني بس لا يعني كابتن شوشه جه كلمني وقال لي اقول لي الكوبري لاعب. لا خالص بصراحه.
قرر اعترف ان اختيار القائمه النهائيه لمونديال روسيا كان فيه كثير من المجاملات والتوازنات. لا خالص والله خالص على الاطلاق خالص. وقرر اعترف ان المشاعر السلبيه للكثير من جماهير الاهلي تجاه كوبر صعبت جدا ان محمود فايز يكون في الجهاز الفني للنادي الاهلي. لا لا خالص خالص لا مش مظبوط. الناس انا جالي مسجات كتير جدا كتير جدا على تويتر وعلى الفيسبوك كلهم بيرحبوا بيتمنوا يعني. ده شرف طبعا جميل يعني كنت اشتغل او ما اشتغلش طبعا يعني. تمام. اقر اعترف ان نتائج المنتخب في روسيا كانت لا تليق بتاريخ الكره المصريه. هو تاريخنا الكره المصريه في كاس العالم للاسف ما لناش تاريخ قوي غير طبعا 90 سنه 90 لكن طبعا لا تليق بينا احنا حتى بطموحنا. نعم. يعني اقر اعترف ان فشل كوبر مع اوزبكستان ثم الكونغو يؤكد ان نتائجه مع مصر كانت بالحظ والتوفيق. لا طبعا مفيش فشل حتى في اوزبكستان وانا ما بعتبرهاش فشل خالص يعني. نورتني وشرفتني يا كابتن محمود. والله شرف لي يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا ونشوفك دايما ان شاء الله. ميرسي يا حبيبي. نورتنا وشرفتنا. كده تمام خلص الكلام يبقى سلام.